الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية 25 يكرم أمهات شهداء الجيش والشرطة ويؤكد أولادكم أشرف أولاد ورفعوا راية الحق، والإرهاب في أي مكان بالعالم عمل جبان وخسيس. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن بالأمس. ومبعوث الرئيس السوداني للرئيس السيسي: ما يتناوله الإعلام السوداني لا يمثل مستوى العلاقات بين الشعبين. رئيس الحكومة يشكل مجموعة وزارية لمتابعة ملف التغذية المدرسية والكشف عن أسباب تسمم الطلاب. وزير النقل يؤكد رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين والتنفيذ غدا. والكيلوباترا بوكس 12.75 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2017 من الميلاد. متهيألي وانتوا بتسمعوا العناوين الحمد لله الحمد لله فهمتوا كل حاجة ومش محتاجين نتكلم. يعني أنا ممكن والله بالذات النهاردة بعد العناوين ممكن أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأروح، لأن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. الكلام شرح نفسه وبيصدق على كل كلمة احنا قلناها الحمد لله خلال الأيام الماضية. وانتوا غمضوا كده، يعني حطوا ايديكم على عينيكم كده واعملوا كده على عناوين وشاوروا هتلاقوا اللي انا بقوله ده منطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر والسودان، عارفين المثل اللي بيقول لك يعملها الصغار ويقع فيها الكبار؟ هو ده اللي حصل تحديدا في الأزمة المفتعلة المختلقة البذيئة المصنوعة اللي ملهاش 30 لازمة ما بين مصر والسودان. وأنا خلاص مش هتكلم تاني، أنا اتكلمت امبارح وأول امبارح وقلت أتمنى أن تطورات الأحداث ما تجبرنيش أن أنا أتكلم تاني في قضية أنا شايف أنها مش قضية. إيه اللي جاب مقارنة ما بين أهرامات السودان وأهرامات مصر؟ وإيه اللي جاب مقارنة ومعايرة ومكايدة ما بين حضارة مصر وحضارة السودان؟ وإن مش عارف ميسي أنا عارف إن موزة السبب، بس معقولة بلدين يقعوا بسبب موزة؟ ينفع بلدين هرمين قمتين زي شعبية وادي النيل مصر والسودان الاتنين يقعوا في بعض عشان موزة؟ أنا أعرف الموزة تشنكل بني آدم تزحلق بني آدم، لكن تزحلق بلدين؟ لا الحقيقة لا، لا الحقيقة لا. أرجوكم أرجوكم يا مصر والسودان، مصر والسودان وخلاص. وأنا قلت التاني بقى ده نص التاني ونص الأولاني ونص محدش بيشتم نفسه محدش بيزعل نفسه محدش بيزعل من نفسه. وحضارة السودان حضارة مصر، واي فخر للسودان بحضارتهم واثارهم هو فخر لينا. ولو اقدر انا في تنشيط السياحه المصريه اعمل تنشيط للسياحه السودانيه ولمعالمهم ولاثارهم اعمل كده. اللي حصل امبارح اتصال ما بين وزيري الخارجيه المصري والسوداني عشان يحدوا الموضوع، يقول لك معلش انسوا الكلام الفاضي اللي بيحصل ده، مصر والسودان اكبر من كده. والنهارده مبعوث خاص، مبعوث خاص وزير دولة مدير مكتب رئيس السودان، اهو لصورته قدام حضراتكم على الشاشة، مبعوث خاص من الرئيس السوداني هو مدير مكتبه وفي منصب وزير دولة في السودان. خد طيارة وجي النهاردة الصبح واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلم السيسي رسالة خطية مكتوبة من الرئيس عمر حسن البشير الرئيس السوداني. الرسالة النصية الخطية المكتوبة مكتوب فيها ايه؟ تصدقوا ان مش مكتوب فيها حاجه جديده؟ تصدقوا انتوا انها تاكيد على الثوابت العاديه اللي احنا مش محتاجين نكررها ونعيدها؟
ان مصر والسودان مصير واحد، ومصر والسودان تاريخ واحد، ومصر والسودان علاقات متينة لا يمكن لأحد أن يلعب بها، ومصر والسودان عمرهم ما يخش في مش عارف إيه، وإنه الثوابت الرمش. يا سلام يا سلام، يعني هو العيال الصغيرة يخلونا نعمل كده؟ وأنا قصدي بالعيال الصغيرة دي على فكرة مش صغيرة سنا، لا الصغيرة أفعالا. والصغيرة أفعالا دول أولهم، وعشان أنا بحب دايما أبدأ بنفسي، أولهم بعض الإعلاميين المصريين، ثم وزير الإعلام السوداني اللي برضو تجاوز في ألفاظه ونسي أنه مسؤول في الحكومة، ده المتحدث الإعلامي باسم الحكومة، يعني لما يتكلم معناه أن الحكومة السودانية بتتكلم، يطلع يقولك مش عارف إيه سمج وأثرنا أقدم من أثركو وحلاوتنا إحنا مش عارف، ما ينفعش. وكمان اللي إحنا عملناه ما ينفعش، ما ينفعش تحت أي بند إعلام إعلامي أو إعلامية أو الاثنين كبار في مصر يطلعوا يردحوا للسودان، يطلعوا يشرشحوا للسودان، يطلعوا يتريقوا ويهونوا ويتمسخروا بآثار السودان وحضارة السودان. ما ينفعش، لأن أنت بتتمسخر بآثار السودان وحضارة السودان يبقى بتتمسخر بحضارتك. بقول لك أنت بلد واحد يا بني آدم، مصير واحد، كيان واحد، نصفه شمالي ونصفه جنوبي. فلما يعني في واحد في الدنيا يتريق على رجليه، في واحد يتريق على ودانه، في حد يتريق على شعره، ما أنتوا بتعملوا كده، انتوا بتتريقوا على نفسكم، بتتريقوا على بعض منكم. فالهري اللي حصل ده كله انا بسميه صغار. واضطر وزير الخارجين، واضطر هم الرئيسين النهارده ان هم يتدخلوا عشان ياكدوا على ثواب. مفيش حاجه جديده اتقالت، انت حبيبي وانا بحبك، احنا مع بعض، احنا علاقاتنا متينه، احنا هنشتغل طول الوقت على تعزيز التعاون، هننسى كل الخلاف. طب ما احنا عارفين منك لله موزه، منك لله يا موزه. بس هو الحقيقه انا عمري ما بزعل من 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 المتآمر، عمري ما بزعل من الصياد. هتقول لي ما بتزعلش من الصياد؟ اه لكم الصياد، برافو عليه. الصياد بيعمل الشبكه ولا الصناره وبيحط الطعم وبيظبط الدنيا وبيرمي وبيصبر وبينول. الركع السمكه الغبيه اللي كل شويه تشوف الطعم وتقوم رايحه واكلاه وما بتتعلمش. فبرافو على الصياد وربنا يهدي السمك. طيب ادي واحد. اتنين، المترو. مش انا قلت لحضراتكم امبارح في بدايه الحلقه انه قضي الامر؟ مش انا قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه امبارح انه قضي الامر الذي فيه تستفتيان، وانه تم اتخاذ القرار من قبل الحكومه المصريه بزيادة سعر تذكرة المترو من جنيه لاتنين جنيه؟ حصل؟ حصل. ثم دخل معايا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المتحدث الايه؟ الرسمي. قولوا معايا يا جماعة المتحدث الايه؟ الرسمي. يكون مين؟ المتحدث الرسمي. يا أولاد المتحدث الرسمي، الناطق الرسمي، المصدر الوحيد المصدق باسم مجلس الوزراء، دخل معايا هنا على الهواء بشحمه ولحمه ولسانه وقال لي ايه؟ مفيش كلام من ده، انا طالع عشان اوضح مع حضرتك يا استاذ تامر الحقيقة وثبتني تثبيتة المتمسمرين. وقال لي مفيش كده، ده مجرد اقتراح. اقول له يا معالي السفير، يا سيادة المتحدث، ده الكلام خلاص انه التذكرة هتبقى باتنين جنيه والتنفيذ خلال ايام قليلة. قال لي وانا مش بشتغل، ده انا المتحدث، انا ماليش علاقة باي حد تاني يهزي، ماليش علاقة باي حد تاني يتكلم، الكلام تاخده مني انا بس، الكلام تاخده مني انا بس. طب يا سعادة السفير اتفضل قول الكلام. فقام قايل مفيش كلام من ده، ده مجرد اقتراح ولم يصدر اي شيء من مجلس الوزراء. النهارده الصبح وزير النقل المهندس دكتور هشام عرفات، وزير النقل قال كده، قال كده كده، بكره الصبح سعر تذكره المترو 2 جنيه، بكره الصبح يوم الجمعه، يعني مش الاسبوع الجاي، كمان شهر، فنقول مثلا لسه بيدرسوا،
ده معناها متاخد بكره الصبح اول ساعه عمل يوم فجر الجمعه المترو بدل ما حضرتك هتدفع جنيه هتبقى باتنين جنيه. ده اسمه ايه؟ خلق الناس هيقولوا برافو عليك يا تامر، برافو عليك يا برنامج، الحمد لله ان انتوا قلتوا الخبر مظبوط وبدري ومش عارف ايه، تمام متشكرين الحمد لله على كل شيء. اللي هناك بقى في الحكومه اسمه ايه؟ ما هو حاجه من اتنين. خلونا برضو انا بعد على فكره انا لا بحب اهاجم ولا بحب اشوه ولا بحب ابقى قاسي، انا بحب بس احط كل حاجه في حجمها. وبحب استخدم اللي ربنا اداهولي ده بدل ما يصدي لما اديله اجازه. اللي حصل ده معناه في رايي حاجه من اتنين، ولو عندكم معنى ثالث قولوا لي. المعنى الاول انه الحكومه واخده القرار وعارفاه والمتحدث عارفه بس طلع ينفي معانا، ده احتمال. الاحتمال التاني ان الحكومه تبقى عارفه القرار وواخده القرار بس ما بتقولش للمتحدث عنه فتطلع المتحدث يقول اي كلام في الاعلام. في احتمال تالت، انا والله بتكلم اهو بمنتهى الاحترام لكل الناس، انا بقول لكم اللي حصل امبارح معانا ده مالوش غير المعنيين دول، ده وده. يا اما الحكومه والمتحدث عارفين ومش عايزين يقولوا، يا اما الحكومه عارفه بس مش عايزه تقول للمتحدث عشان ما يعلنش في الاعلان. والحالتان كارثيتان، الحالتان كارثيتان. لا يجب ان المتحدث يبقى عارف معلومه واحنا نقولها ويطلع ينفيها معانا ثم نتفاجئ بيها انها بكره الصبح. القرارات الحكوميه ما ينفعش فيها نظام بخ، ما ينفعش فيها ان انا بقى استغرب. ايه رايك في المفاجاه؟ لا مفاجاه سودة، مفاجاه منيله ب 60 جنيه مفاجاه حلوه ان انت ترفع الاسعار، ده انت المفروض تمهدها لي وتسيلها لي وتلبسها لي حلو، يعني لازم تقعد تبلعها لي. لكن فكره بخ دي بخ مش حلو، سخيفه مش حلوه البخ دي يا حكومه، ما بخيتش انا المره دي. ولو الحكومه عارفه وهو مش عارف، طب هم المعينين بمتحدث رسمي ليه؟ يعني لما نلجا للتوثيق من معلومه احنا كاعلام نكلم مين بقى ساعتها؟ فانا بقول لكم الحالتين كارثيتان، يعرفوا كلهم مصيبه، يعرف الحكومه ما يعرفش المتحدث المصيبه اعظم. وزير النقل المهندس دكتور هشام عرفات، مساء الخير يا مع الوزير. اهلا 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 استاذ. مالكش قصه انت عشان بم القصه دي، قصتنا احنا مع المتحدث هنتصرف فيه. لا بس انا يعني انا حضرتك متابع انا الموضوع، يعني ان شاء الله هي بس في اعتقد سوء تفاهم او نوع من البيس كوردينيشن يعني حصل، يعني انما هي الموضوع مش كده خالص يا استاذ تامر صدقني. يا هشام بايه؟ انا طلع نفسك، طلع نفسك انت من القصه دي يا هشام بايه؟ يعني يمكن انا تعرفني كويس قوي، انا صريح زياده. انا عشان كده مش عايزك تخش في تبرير ما فعلته الحكومه امبارح، لانه بقول لحضرتك انا قلت الخبر امبارح، قلت لهم وزير النقل قال يا جماعة احنا هنرفع سعر التذكرة كذا، وانه خلال ايام الجمعة او السبت سعر التذكرة هيبقى 2 جنيه. دخل معايا المتحدث امبارح ونفى نفي بإباء وشمم كأن انا جايب معلومة من المريخ، وقال لي ما حصلش ومفيش كلام من ده وانسى الموضوع ده، وحسسني ان انا كنت بهزي. لكن في كل الاحوال مالناش علاقة، لهم رب يحميهم. حضرتك كلمني عن الفكرة الاتنين جنيه، وده ممكن يقلل قد ايه فجوة الخسارة بالنسبة لمرفق المترو. انا حضرتك اول بحييك قوي على يعني على حرصك برضو على زي ما حضرتك بتمسك النقط اللي هي حساسه واللي هي بتمس الخدمه العامه للمواطنين، وانا حقيقه من حرصي ده انا فعلا يعني انت عارف حضرتك برضو انا دخلت في مشروعات كتيره، يمكن الخط الاول انا اشتركت فيه سنه مظبوط 87 والخط الثاني، وانا شفت المترو في عز ازدهاره يعني سنه 87. صحيح. انا بس احب اقول مقدمه لو تاذن لي فيها. اتفضل يا فندم. ان انا بس بلقي الضوء على حاجه، ان المترو لما اتفتح سنه 87 كان ب 50 قرش، وكان النقل العام كان ب 25 قرش. النهارده النقل العام احنا ده الدوله وده الدوله، النقل العام النهارده وصل ل 3 جنيه والمترو بعد زياده 2 جنيه. صحيح. بعد زياده النهارده نقولها يعني 2 جنيه. أي.
نتج عن كده ايه؟ في دراسه البنك الدولي عملها سنه 2010 لطيفه جدا، يعني ارجو الناس كلها تطلع عليها. كان بيتكلم على الفجوه في التارف اللي هي عدم اتزان في التعريفه، تعريفه النقل ما بين وسائط النقل المختلفه اللي هي النقل السرديس المترو الانفاق وهيئه النقل العام. تمام. والنتج عن الفجوه الرهيبه دهيت ان في ضغط على وسيله معينه على حساب الاخرى يعني. هو حتى كان ساعتها اقترح قال يا جماعه عشان تظبطوا النقل في مصر لازم يكون الخدمه تبقى يعني الخدمه الموحده تبقى تذكرتها تقريبا موحده، فما بالك بقى بالخدمه المميزه اللي تذكرتها اقل من اي حد. فالحد نتج عنها ايه؟ نتج ان كل الناس راحت، بالذات بعد الارتفاع الاسعار اللي فاتت كل الناس راحت للمترو. ايوه. فاصبح الخط الاول الطاقه الاستيعابيه بتاعته، احنا بنقول دايما عندنا في الهندسه في حاجه اسمها فوليوم فيرسس الكاباسيتي ريشيو او الحجم نسبه للطاقه الاستيعابيه. تمام. احنا عندنا الحجم نسبه للطاقه الاستيعابيه عدت الواحد، يعني معناها ان المترو خلاص ما قادرش يشيل. تمام. والناس بتشتكي تقول يا جماعه احنا القطارات بتتاخر. لا هي ما بتاخرش، هو 3 دقائق ونص. فعلا في بعض الاحيان كان بيتاخر 4 دقائق او 5 دقائق. تخيل حضرتك الدقيقه ونص دي بيعملوا كارثه على الارصفه من كتر الزحمه. صحيح. المهم فجينا نبص بقى، اول ما توليت من حوالي 5 اسابيع جيت ابص على اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات. لقيت اجمالي الايرادات 716 مليون واجمالي المصاريف 916، عجز 200 مليون جنيه في السنه. السنه اخر سنه فقط من 2000. أيه. احنا بنتكلم على 2015 2016. صحيح. طب يا جماعه ازاي الكلام ده؟ هو دخلت بعمق بقى شويه في المصروفات ودخلت بعمق اكتر في الايرادات، وجدت ان 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 الاسعار الدولار اللي هي احنا المترو ثابت من 2005. مظبوط. هو اخذوا القرار بزياده 25 قرش في نهايه 2005 طبق في 2006. صح. الـ 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 الاسعار حضرتك زادت، شوف بنسبه قد ايه. والانفليشن زاد او نسبه التضخم حصلت بنسبه قد ايه، فنتج عنها ان المرتبات بالذات بعد 2011 زادت 400%، من واقع حقيقه بيانات انا قريتها كويس قوي وطلعت عليها. مفهوم. من 2011 لحد تاريخ. فانا مش هطول على حضرتك، السبير بارت برضه زادت، متطلبات الورك والصيانه والطبع من كده. اكيد. اخطر شيء في الموضوع كله ان الخط الاول 30 سنه باي بوك لازم يتطور كل 8 سنين، احنا من 30 سنه ما طورناش ولا نظام الاشارات. أوف. ولا نظام السكه ولا نظام التغذيه الكهربائيه. واصبح الوضع فيه خطر جدا. طيب معالي الوزير، انا الحقيقه يعني متفق، وانا امبارح قلت الكلام ده يمكن حتى في غير وجود حضرتك، انه انا شايف ان ده شر لابد منه. رفع سعر التذكره كان شر طبعا، اكيد اي رفع مش هيبقى مرضي للمواطنين، لكن في طبعا النهايه هو شر لابد منه علشان نحافظ على هذا المرفق من ان هو ينهار، علشان نعرف نعمل صيانة، علشان نعرف نكمل بمعدل الأداء يعني الجيد اللي فيه. لكن وإحنا كإعلام على الأقل واقفين مع حضرتك واقفين مع الحكومة في رفع سعر التذكرة، أنا بقول لحضرتك كمان في موارد أخرى كثيرة يمكن للمترو إنه يعملها. حضرتك أصبت تماما من غير ما هتتكلم، من غير ما تقول، أنا هكملها لك. اتفضل. وده اللي إحنا شغالين عليه حاليا دلوقتي وبشدة مع المترو. بس أنا هأعذر الناس اللي قبلي في 3 حاجات بعد اذنك، لو تسمح لي. اتفضل يا فندم. اتفضل. الخط الاولاني، الخط ده سطحي. المحطات بتاعته سطحيه كلها. صح. واخد بالك؟ فيما نظر، نظر اللي هي ايه؟ اللي هي محطه حدائق المعادي تم تحويلها الى 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 محطه علويه. محطه بنشيه الصدر تم تحويلها لمحطه علويه. المحطات العلويه الكنترول عليها كويس قوي، وفي نفس الوقت بتتيح فرصه للمترو ان هو يعمل كوميرشال بيزنس او يعمل بزنس اضافي اللي هو يدير عائد اقتصادي للمترو. الخط الاولاني لا يصلح كان اطلاقا المحطات التسويقيه بتاعته دي كلها على طولها انها يعمل فيها الكوميرشال بزنس. طيب نيجي بقى للكوميرشال بزنس، نعمله فين؟ الكوميرشال بزنس ده اللي هو التسويق التجاري، اللي هي الخطوط النفقيه، اللي هي التحرير، الشهداء، الخط الثالث جميل جدا ومكيف كمان المحطات بتاعته. تمام. وصالح جدا، بس مشكله ان الخط الثالث ان الساعه الاستيعابيه بتاعته لسه ما تكملش. طبعا الخط الثالث هو يعني في حوالي 9 كيلو وشويه. تمام. او 10 كيلو هيستكمل ان شاء الله، يوصل ل 48 كيلو على نهايه 2020. ساعتها
هنقدر نعظم الكوميرشال بيزنس اللي حضرتك بتتكلم عليه، انا متاكد ان حضرتك تقصده. أيوة. والاعلان على التيكت يعني برضو من أيوة. برضو نعمل اعلان على التيكت. مظبوط. اللي هو التيكت نفسها. هو حضرتك طبعا صدقني كل ده حضرتك طبعا عشان بيه زينا. أيوة. سافرت حتت كتير في معظم طبعا. في معظم طبعا. محطات ومرافق المترو بالزبط. في اوروبا بالزبط. مفيش شبر مش مستغل طبعا، ده مهم جدا على الحيطان يعني على الحيطان وعلى الارصفه وعلى المتر والشاشات. هو ده مهم جدا يعني عشان يغطي تكاليف اخرى، انما احنا مش عارفين حتى ندفع الكهرباء ولا عارفين. مفهوم مفهوم. يعني انا عارف ان انت يعني بتقول دي لازم تاخدوا بالكم منها عشان تزودوا العائد عشان تستخدموه في، هو ده اللي فعلا شغالين عليه وربنا يعيننا عليه ان شاء الله. احنا بنستهدف ان احنا نزود الايراد التجاري الضعف السنه دي. تمام. وان شاء الله على 2020 بعد نهايه الخط الثالث وان شاء الله بعد ما يتم عمله مش عايز اقول لك ان الايراد هيتضاعف اكتر من كده. بسم الله عشان ما شاء الله. ما نعليش ان شاء الله. يعني انا حقيقه بقول يعني انا يعني بامانه بقول القرار ده هو اتاخر شويه عشان المترو ما يقعش اكتر من 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 كده، بس صدقني يا استاذ تامر لو انت طلعت على الخط الاول وشفت الخط الاول تحديدا وشفت الحاله بتاعته. انا قلت لك وصف اعتقد ان هو الصح، هو شر لابد منه فعلا. والدواء المر شكرا جزيلا. والدواء المر ده نتمنى ان هو يشفي هذا المرفق المهم باذن الله قريبا جدا ويعود الى سابق عهده من الاداء ومن الربحيه كمان، احنا يهمنا ان هو يربح. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير الدكتور هشام عرفات. القصه من امبارح للنهارده كلها عشان نثبت لحضراتكم بس ان احنا ما بكشناش مرصوده بالصوت والصوره توثيقا في هذا التقرير. بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء قرر دكتور هشام عرفات وزير النقل على زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة وجنيه ونصف للأنصاف وجنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بداية من صباح غد الجمعة. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في وقت سابق تعليقا على زيادة أسعار التذاكر إن قطاع المترو يعاني من مشاكل كثيرة، حيث وصلت مديونية هذا القطاع إلى 500 مليون جنيه، لافتا بأن الخط الأول يحتاج إلى أعمال صيانة وتطوير. أنا يعني المتحدث رسمي لمجلس الوزراء وانا لم اصرح باي اسعار ولا اي شيء من هذا القبيل. انا الحقيقه مش عارف المصادر ممكن تكون جابت معلوماتها من فين، لكن يعني انا بقول لحضرتك انه كل البدائل مطروحه لم يتم اقرار اي شيء. يعني انا بوضح مره ثانيه لحضرتك وللساده المشاهدين. واكد الدكتور هشام عرفات ان تعريفه تذكره المترو اقل بكثير من تعريفه ركوب وسائل النقل الاخرى التي تبلغ على سبيل المثال في المسافة من حلوان إلى المرج 4 جنيهات لشركات النقل الجماعي و3 جنيهات لأتوبيسات هيئة النقل العام، بينما تعريفة مترو الأنفاق تبلغ جنيها واحدا فقط لهذه المسافة. يعني بعد اللي احنا قلناه عن الحكومة، على الحكومة أنها ترتب بيتها الداخلي على الأقل إعلاميا، وأنا بحب أبقى دقيق في كلامي. يعني إذا كانت الحكومة شايفة أنها مرتبة البيت سياسيا ومن حيث الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية، عليها انها ترتب البيت اعلاميا وما تستهونش بالنقطه دي، لانه اعلام الحكومه او المتحدث باسم الحكومه او بروباجندا الحكومه او صوت الحكومه او اي حاجه ليها علاقه بالحكومه في فكره كده، دي اهم من الشغل يا اخوانا. دي القاعده الرئيسيه اللي احنا عارفينها كلها اسمها ايه؟ تظبيط الشغل. اهم من الشغل، مش مهم تشتغل، المهم تظبط الشغل. مش مهم ان انت تبقى شغال 100%، بس لو عندك ماركتينج كويس وعندك تسويق كويس وعندك دعاية وإعلان كويسين وعندك صوت واضح بليغ مسموع يعظم شغلك لو هو 50% يخليه 200%، والعكس صحيح. لو انت شغلك عامله 100% بس مش عامله ماركتينج ولا كأنك عملت حاجة، سلعة ممتازة محطوطة في المخزن وما عملتهاش دعايه ولا اعلان، الناس هتعرف عنها ازاي؟ هتفضل في المخزن لحد ما تبوظ وتفسد. وسلعه بايظه بس عملت لها اعلان روش الناس، الناس بتجري تشتريه، بعد كده تلبس في الحيطه مش مهم، بس في النهايه بتبقى اشتريت. رتبوا البيت الاعلامي يحكم. نلتقي بعد الفاصل.
أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. قبل ما نكمل أخبارنا، وبناء على طلبه السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، طلبنا في الكنترول وطلب المداخلة الهاتفية لتوضيح الموقف. وإحنا بالتأكيد ما عندناش موقف شخصي ضد حد أو مع حد، إحنا بننتقد الفعل طول الوقت، عشان كده حق الرد مكفول. تحياتي لشخصك الكريم سعادة السفير، مساء الخير. أهلا، مساء الخير، زي الصحة. أهلا وسهلا، زي حضرتك أشرف بيه. أهلا وسهلا، أنا بس حبيت أوضح لحضرتك والأستاذة المشاهدين اللي سمعنا أنه إحنا الحقيقة يعني أفسر، لأنه إحنا ما بناخدش قرارات بشكل يعني أن إحنا فجائي كده، هو هي الموضوع لما بيكون في قرار يتخذ إحنا بنعلن عنه، لكن قبل ما بيكون الموضوع بشكل نهائي إحنا الحقيقة ما أقدرش أقول حاجة مش هتحصل، وما أقدرش أضل الأستاذة المشاهدين بان انا اقول لهم معلومه لسه يعني لم تتم بشكلها النهائي. تمام. فانا قلت لسيادتك امبارح في المداخله انه كل حضرتك سالتني على اذا كان في امكانيه لرفع سعر التذكره، وانا وضحت ان كل البدائل مطروحه. انا لم انفي ان التذكره يعني مش هتزيد، انا قلت البدائل مطروحه، الفكره تحت الدراسه والبدائل مطروحه، وحضرتك اشرت الى انه في يعني بدائل اخرى لتنميه موارد المترو، وانا اكدت على الكلام ده وقلت ان طبعا مساله الدعايه وكل الكلام ده محل دراسه، واعتقد ان السيد وزير النقل ايد كلامي في النقطه ديت منذ قليل. فانا بس حبيت اوضح للساده المشاهدين ان انا وضحت ان البدائل مطروحه بما فيها طبعا زياده تذكره المترو وايضا زياده موارد المترو من مصادر اخرى، لانه طبعا مهم النمو بهذا القطاع المهم. تمام. سعادة السفير انا بشكرك شكرا جزيلا على الاهتمام وعلى المتابعه وعلى الرغبه في التوضيح للساده المشاهدين. انا مشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. هذا هو رد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير اشرف سلطان. ولكم العقبه مش العتبه. طيب. الموضوع الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التسمم الغذائي في المدارس. احنا قلنا ايه امبارح؟ قلنا لماذا هذا الصمت يا حكومة؟ لماذا هذا التأخر يا وزارة التربية والتعليم في التعامل مع كارثة بتحصل في مدارسنا تقريبا بصفة شبه يومية؟ كل شهر كان في حادثة، ثم الشهر ده في أسبوع واحد أربع حوادث. الأسبوع اللي فات في سوهاج، والأسبوع ده في القاهرة وأسوان والسويس والمنوفية. يعني بنتكلم على ظاهرة. وبعد ما اتكلمنا امبارح وزعقنا وقلنا يا اخوانا مفيش هزار في صحة ولادنا، احنا ممكن نهزر ونستنى على التعليم، نهزر ونستنى على الثانوية، نهزر ونستنى على تطوير المناهج، نستنى على تطوير الأبنية التعليمية، نستنى على البوكلت، نستنى على اي حاجة، لكن ما نستناش على تسمم ولادنا، ما نستناش على صحة ولادنا، ما نستناش على حياة ولادنا. فبعد ما قلنا الكلام ده بدقائق قليلة امبارح، اصدر السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير الجديد قرارا بتعليق الوجبات الغذائية المدرسية لحين اعادة النظر في القصة كلها. واحنا قلنا ان امبارح ده جاء متأخرا جدا، بس الحمد لله انه جاء. اللي جاي متأخر جدا كمان النهاردة هو قرار رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم تشكيل مجموعة وزارية من 7 وزراء. تشكيل مجموعة وزارية من 7 وزراء لمتابعة ودراسة ملف التغذية المدرسية والكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى تسمم التلاميذ. الخبر ده يحمل دلالتين، يحمل إشارتين، يحمل معنيين. الأول، طب احنا كنا مستنين ايه؟ يعني لما هو ده التصرف يا دولة رئيس مجلس الوزراء، مع كامل احترامي برضو، انا جل احترامي للأشخاص، انا طول الوقت بتكلم على الأفعال مش الفاعل، الفعل مش الفاعل. لما هو ده التصرف كان ليه الانتظار لحادثة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وبعدين
نقف ونقول لا تعالوا نشوف بقى اللي بيحصل. أليست حادثة واحدة لها علاقة بشبه التسمم تلامذنا وولادنا في المدارس تكفي ان الدنيا تقف؟ الدنيا انا بقول لكم اهو الدنيا تقف ونشوف ايه القصة. طب يمكن قلنا اول مرة دي حادثة عارضة، طب لما تكرر تاني، طب لما تكرر تالت، طب لما نبقى رابع وخامس وسادس وسابع، مستنين ايه؟ وبعدين كل المشكلة ان انا مش هقعد حل النهاردة. رئيس الوزراء ما حلش النهاردة، رئيس الوزراء بس قال لهم يا جماعة اقعدوا شوفوا ايه المشكلة. طب القرار ده ما اتاخدش من شهر ليه؟ من اسبوعين ليه؟ من خمس ايام ليه؟ ليه النهاردة بعد سابع حالة تسمم في محافظة مختلفة كمان؟ عرفتوا لما كنت بقول لكم زمان ان يوم الحكومة بسنة وان ساعة الحكومة مش مأخرة، متفتكة، البطارية ضايعة، البطارية مش موجودة، محتاجين تغيروا البطارية بتاعت ساعة الحكومة. لما بنقعد نتكلم دايما ان في فرق سرعات وفي فرق ايقاع ما بين الرئيس والحكومة، والحكومة تطلع تقول لك طول الوقت بتشوهونا، ما هو انا لو رئيس حكومة ايه اللي يضرني، ايه اللي يأذيني، ايه اللي يبقى عندي مشكلة فيه ان انا اخد القرار ده بس من اسبوع فات اول ما حصلت حادثة سوهاج اللي تسمم فيها 800 تلميذ، 800 تلميذ، ارفع سماعة التليفون شكل لي لجنة فورا للتحقيق واعرف لي العيال دي تسممت ليه، بس خلصت القصة. التليفون ده يا دولة رئيس مجلس الوزراء اتأخر 8 ايام. انت عارف يعني ايه 8 ايام في حياة الشعوب؟ 8 ايام وفي الاخر ده تليفون. هو انا النهاردة عمل قرار، عمل حل للمشكلة؟ ما عملش حاجة، كل اللي عمله لهم ادرسوا. طب ليه طلب الدراسة يتأخر 8 ايام واسيب تلاميذ اكتر يبقوا عرضة للتسمم والموت لا قدر الله؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، التأخير ثم التأخير ثم التأخير بدون مبرر. مفيش مبرر يخليني اتأخر التأخر ده. الدلالة التانية او الاشارة التانية او المعنى التاني في قرار رئيس الوزراء النهاردة بتشكيل مجموعة الوزارية، المجموعة يا سادة يا كرام متشكلة من 7 وزراء، يعني مجلس وزراء مصغر. انا عايز اعرف ليه هيردوا عليا في الحكومة يقولوا لي طبعا ما هو الوجبة المدرسية دي ليها علاقة بوزير التربية والتعليم، اقول لهم طبعا، ولها علاقة بوزير الصحة طالما غذاء وبتاع وكشف على الغذاء بوزير الصحة تمام، ويبقى ليها علاقة بوزير التموين على اساس ان بسكوت ولبن ومش عارف ايه وبتاع مواد تموينية تمشي. طب له علاقة بايه تاني؟ مش لاقي لها وزراء تانية داخلين في القصة. وزير البيئة لا ما تمشيش بيئة، وزير النقل على اساس ان الحاجات دي بتيجي بعربيات برضه ما تمشيش الا اذا كان هيجي بالمترو والوجبات الغذائيه. وزير الايه تاني؟ يعني شوف وزير الاسكان مالوش علاقه. وزير الايه؟ مش عارف، مش عارف وزير ايه تاني؟ بجد مش عارف. وزير الزراعه على اساس ان الاغذيه دي كان اصلها محاصيل ما تمشيش. حاولوا تفكروا معايا السبع وزراء لازمتهم ايه؟ وحتى لو كملنا السبع وزراء هو في حاجة في الدنيا تبقى متداخل فيها 7 حتت؟ عارفين مع الفارق في القياس، مع الفارق في القياس، مع الفارق في القياس، عارفين الكفار قريش بعيد عنكم لما حبوا يقتلوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين والنبي الهادي الأمين، لما حبوا يقتلوه وبعدين دمه يتفرق بين القبائل عشان ما حدش يشيل الليلة لوحده، عملوا ايه؟ قالك نأخذ من كل رجل قبيلة. هذا رأي محمد سعد في الفيلم. خدوا من كل قبيلة رجل وجابوا له سيف مسنون ما مسموم علشان يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. هي دي المشكلة الأساسية عندنا في مصر في حاجات كتير، تفرق دم تقريبا كل الملفات بين كل القبائل عشان لما تيجي تشاور وتقول لك انت الغلطان يقول لك لا مش انا، دي اختي منى. يا عم مش انت اللي مسؤول، لا انا مسؤول عن الحته دي، لكن الحته دي مسؤوليه وزاره اللي مش عارف ايه. طب يا عم الوزاره اللي مش عارف ايه؟ قالك لا ده انا واخد بس الحته اللي تحت من دي، الحته اللي فوق دي بتاعت وزاره ايه؟ واقعد بقى لف حوالين يا كيكه ما بين الوزارات لحد ما اختي منى اتحبست. كل حاجه في مصر كده، مش بس الوجبة الغذائية بقى متفرق دمها بين 7 وزارات، كل اتفرج على اقول لك الاراضي،
قول لي مين مسؤول عن اراضي الدوله. تيجي على الحته دي يقول لك دي وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. طب يا عم الحاج بالنسبه لك يقول لك لا دي المجتمعات العمرانيه الجديده. طب مش عارف ايه، طب ده انا لا دي بتاعت وزاره الاثار لازم يقول لي موافقه الاثار. اثار ايه علاقه الاثار في هناك؟ مش عارف. يقول لك معلش لازم الاثار. وبعدين يقول لك لا دي بقى لازم تجيب ورقها من هيئه المساحه. لا هيئه المساحه ايه علاقه ده؟ مش لا في هيئه بقى جديده اسمها هيئه تخطيط اراضي الدوله. واقعد لف على الجهات عشان تعرف ام الخمسه متر دول بتوع مين. حاجات كتير، حاجات كتير. على النيل تيجي تعمل مثلا محل ولا كشك ولا بتاع على النيل، يقول لك الميه ميه النيل تبع المسطحات المائيه، شرطه المسطحات المائيه. اما بالنسبه للرصيف مش عارف تبع الـ 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 وزاره الري. الرصيف بتاع النيل او الشط يعني. اما بالنسبه للكوبري والمش عارف ايه ده تبع المحافظه. الكلام اللي انا بكلمه ده كله 10 متر في بعض، حته منهم مسطحات وحته منهم وزاره ري وحته منهم المحافظه. فتقعد انت تلف تيجي هنا يقول لك لا مش بتاعتي، روح للمش عارف ايه. فانا مش عارف الحقيقه ناخذ من كل راجل القبيله دي هتفضل لحد امتى في مصر يعني. اما احب اكلم شعب مصر في حته اكلم مين؟ سؤال واحد يبقى مسؤول يطلع يرفع صباعه كله يقول لك انا المسؤول عن الحكايه دي. لكن عارفين لعبه صلح اللي هو تاكل طك تبص تلاقي في سبعه رافعين ايديهم وعيش بقى انت معاهم بقى حدي بادي. تقرير عن ايه؟ النهارده بقى تقرير عن المؤتمر اللي عمله النهارده الوزير عشان يحلوا مشكله الوجبات. في متابعة لواقعة التسمم التي شهدتها بعض المدارس خلال الأيام الماضية، أعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التربية والتعليم وبمشاركة سبعة وزراء المعنيين بالوجبات المدرسية لوضع حلول لمنع تكرار مثل هذه الحالات، ويتم التحقيق حاليا في انتظار التوصية الخاصة باللجنة. وزارة الصحة أفادت بأنه عدد الطلبة اللي تعرضوا أو شعروا إن عندهم آلام قد تكون تسمم 4650 في شهر توتل في الجمهورية في شهر مارس، من أصل أكثر من 10 مليون بيتناولوا هذه الوجبات. كما أكد مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي أن جميع عينات الوجبات المدرسية التي تم أخذها من المدرسة والمصنع الذي يورد للمدارس وجدت أنها سلبية من كافة الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي، ومن المحتمل أن يكون السبب عملية التخزين بالمدارس. جميع العينات اللي احنا خدناها حتى هذه اللحظة اللي طلعت نتائجها، يعني الحدث بتاع سوهاج اللي حصل وده كان فيه أكبر عدد من الأطفال، جميع العينات اللي احنا خدناها من التغذية اللي موجودة في المدرسة، من التغذية اللي موجودة في المخزن اللي بيورد للمدرسة، من التغذية اللي موجودة في المصنع اللي بيورد للمخزن، جميع عينات الأغذية طلعت سلبية للميكروبات التي بتسبب التسمم الغذائي. الجدير بالذكر أن بداية من العام الدراسي الحالي كان هناك 16 حالة اشتباه في التسمم على مستوى الجمهورية، ومنهم 11 حالة فقط في شهر مارس الجاري، وعدد التلاميذ الذين دخلوا المستشفى خلال شهر مارس بلغ 4652 تلميذا جميعهم خرجوا في نفس اليوم. أحمد غنيم، الحاليوم. 4600 وشوية، 4600 وتلميذ في اقل من شهر، لسه شهر مارس ما خلص، 4000 وشويه. والدكتور عمرو قنديل رجل محترم الحقيقه اللي هو مسؤول عن الطب الوقائي في وزاره الصحه قال ان احنا حللنا وعيننا العينات بتاعت الوجبات المدرسيه اللي في المخازن فلقيناها زي الفل. فال 4600 دول عندهم اسهال لا ارادي بيهروا لوحدهم. يا جماعة ما هو ما نطلع نقول ايه السبب؟ هو احنا لازم نطلع نقول اللي مش سبب؟ يعني لازم نطلع نقول احنا تمام وبراءة وزي الفل؟ يا جماعة ما حدش قال ان انتوا عايزين تسمموا العيال، بس حد يطلع يقول في مؤتمر صحفي سبب لل 4000 وشوية حالة دول انه مثلا معدتهم مش ماشية مع نوع البسكوت ده. ماشي اماشيها. ان اللبن كان لا مؤاخذة سخن. ان الحلاوة كانت طحينة، أي حاجة.
لكن انه المخازن تمام والعينات تمام، فالعيال بقى اللي هي انتوا عيال ربوا اولاء امور ربوا عيالكم، اوعى يقول لهم تسمم تالي احسن بعد كده نفصلهم. هو المؤتمر الصحفي انا بطلع عشان اقول ايه؟ عشان اقول انا فل ولا عشان اقول ما تخافوش على اولادكم القصه فيها كذا كذا كذا؟ اكيد مش بطلع عشان اقول انا فل، والا لو ما كنت انا فل العيال دي وقعت ليه ودخلت مستشفيات ليه؟ واتعالجت من ايه؟ ما هو لما سالنا الدكاتره وقتها قال لك كانوا عندهم فعلا اعراض كذا كذا كذا، واديناهم محاليل واديناهم ادويه واطمننا عليهم، يعني العيال ما كانتش بتمثل. يعني العيال ما كانتش بتمثل. فمعنى كده ان في سبب ادى الى دخولهم المستشفى. انا عايز بقى وزير التربيه والتعليم او الدكتور انديل او وزير الصحه يطلعوا في مؤتمر صحفي يقولوا ما هو السبب الذي ادى لدخول 4000 تلميذ من تلاميذنا في المدارس للمستشفى. هو ده محور وعنوان المؤتمر الصحفي، مش احنا زي الفل. وبرضه وزير التربيه والتعليم انا بلوم عليه، طالع يقول لك من بين 10 مليون وجبه مدرسيه يا دوبك 4600 بس هم اللي هو احنا ايه، ولا لازم 10 مليون كلهم يجوا ارضا؟ ان شاء الله واحد تعب. لازم اعرف انا كوزير التربيه والتعليم ووزير الصحه دول ولادي، دول عهده في رقبتي، انا ببعت ابني للمدرسه، انا خلاص كده عهدتي بتخلص وبسيبه في عهده مين؟ وزير التربيه والتعليم. ولما ياكلوه يبقى في عهده وزير الصحه. فدول المفروض دلوقتي ولادكوا، لما واحد منهم يعيا، لما واحد يتعب، انتوا تبقوا قلقانين عليه اكتر مني. فاطلعوا قولوا العيال دي تعبت بسبب كذا وهنحاول نضمن انهم ما يتعبوش تاني. اضرب لكم تعظيم سلام. لكن نعمل المؤتمر الصحفي عشان نقول احنا فله؟ ليس في الامكان افضل مما كان؟ طيب خلاص احنا بقى احنا بنشوف عيالنا بتتسمم من ايه؟ وقبل ما نسيب الصحه الدكتور عمرو انديل وهو هنا بقى محق وانا بأحييه على هذا الكلام، لما طلع النهارده ونفى الشائعات اللي بتدور على السوشيال ميديا حوالين فكره الميكروب اللي سموه هم مش وزاره الصحه، الشباب والناس والاهالي سموه روتا، ميكروب روتا ولا فيروس روتا اللي بيموت العيال الصغيره. وطلع النهارده الدكتور عمرو انديل قال يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش حاله وبائيه، وما فيش فيروس غامض في السوق، واللي عنده اي حاله لو سمحتي ابعتها لنا المستشفيات او الحميات واحنا نكشف عليها ونشوف عندها ايه، لكن كلام بس مش عايزين. وهو محق في ده، لان انا من امبارح واول امبارح عمال يجي لي على الموبايل وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، مش عندنا شخصيا يعني، منتشر في كل حته ناس. وعلى فكره لو خدتوا بالكم الصوت متكرر، يعني في رساله صوتيه كده لمده 30 ثانيه او 40 ثانيه مسجلها واحدة صوتها محشرك شوية كده لدرجة ان انا كنتش عارف ده راجل ولا ست، طالعة بتقول الله يخرب بيوتكو عيالنا بتموت، الفيروس ده اسمه كذا وبيجيب سخونة وترجيع شوية وقيء ومش عارف ايه وبعد كذا، والاعلام ابن الذين متكتم والحكومة متعتمة وبتاع. فالناس كان لها حالة بلبلة والناس ابتدت تقلع على عيالها ومش عارف ايه، وانا بقول لكم الحمد لله ما فيش حاجة، احنا الاعلام ابن اهو بيعتم اهو. انا بقول لكم مفيش لا فيروس غامض ولا حاجه ماشيه في السوق ولا باكلين حاجه في الهواء، ده شويه ناس بس بيحبوا يعملوا فيها افتكاسات وعايزين يبينوا ان هم يعني جامدين وبيخافوا على صحه الناس فبيعملوا بلبله وفتنه عند الناس. اللي عنده حاله يوديها المستشفى، غير كده حط لسانك في بقك واسكت. السجاير البوكس كيلوباترا بوكس لا ما بقتش ضعيف، كوكو كانت ضعيف لما كانت ب 7 جنيه 8 جنيه، لكن كوكو لما تبقى ب 12 جنيه وكوكو بوكس تبقى ب 12 جنيه 75 تبقى كوكو المفتري، تبقى كوكو المفتري. انتوا عارفين كوكو الضعيف دي هي الاسم الشعبي والحركي والعامي لسجاير الكيلوباترا. النهارده تم اتخاذ قرار من الشركة الشرقية للدخان برفع سعر كيلوباترا بوكس. بوكس انتوا عارفين كيلوباترا العادية كانت رفع سعرها من شوية كده من 10.5 جنيه ل 12 جنيه. النهارده البوكس اترفعت من 12 جنيه ل 12 جنيه 75 قرش. وقبل ما نفخ معاكم خلونا نشوف التقرير عن رفع الأسعار بتاعت السجاير وبعدين نرجع نسأل المسؤولين ليه كده.
أعلنت الشركة العاملة بمجال صناعة الدخان أنها رفعت أسعار بيع أحد منتجاتها من السجائر المحلية بمقدار 75 قرشا للعلبة لتصل إلى 12.75 جنيها بدلا من 12 جنيها. وقالت الشركة في بيان صادر عنها تعليقا على الزيادة السعرية الخاصة بمنتجين يعتبر من المستهلكات التي تستخدمها طبقة عريضة من المدخنين، إن الزيادة الجديدة تم تطبيقها فعليا وأنها تمت وفقا لضوابط قانون ضريبة القيمة المضافة، وأن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام التبغ الذي يتم استيراده من الخارج. وكانت الشركة قد رفعت في يناير الماضي أسعار بيع السجائر عدد 20 سيجارة بنسب 14.5% من 10 جنيها ونصف إلى 12 جنيها. هو السؤال بقى ليه ال 75 قرش دول؟ ليه الشركة الشرقية للدخان هترد وتقول الله ما ده فرق العملة وفرق التكلفة واحنا هندفع من جيبنا واحنا هنعمل كذا؟ ويرجع نفس السؤال مرة تانية، ليه بتقربوا من سجاير الغلابة؟ ليه بتروحوا لسلع الغلابة؟ هي مش هي ذات نفس الشركة اللي اسمها الشرقية للدخان هي اللي بتعمل مارلبورو وهي اللي بتعمل ميريت وهي اللي بتعمل مش عارف ايه؟ ما احنا قلنا مارلبورو دي سلعة بيشربها القادرون، فبدل ما تغليها تبقى ب 30 جنيه خليها ب 35 جنيه، بس السلعة اللي بيشربها غير القادرين ما تغليهاش ولا حتى 4 ساغ، لأن الأربعة ساغ عند غير القادر يعضلوه يضلعوه يوجعوه، لكن لا حياة لمن تنادي، هي كده بنعملها كده والكل يلبس. طب ليه الكل يلبس طالما في ناس قلعة لوحدها؟ الأستاذ إبراهيم منبابي رئيس شعبة السجائر والمعسل والدخان وأي حاجة بتتنفخ. مساء الفل يا إبراهيم بيه. يا أستاذ إبراهيم أمر يا سعادة الباشا. يا مساء الفل. يا مساء النور يا تامر بيه. ليه كده يا أستاذ إبراهيم؟ هو بس أوضح نقطة. أيوة توضيح، الشركة الشرقية مش هي اللي بتنتج المارلبورو ولا الميريت ولا أي حاجة. أمال بتنتج إيه؟ شركات منفصلة. إزاي يا ريس؟ الشركة الشرقية تخص الفئة اللي هي الدنيا السوبر الكليوباترا، اما المارلبورو شركه فيليب موريس. ايوه بس مارلبورو مكتوب عليها شركه الدخان. لا مكتوب عليها ان هي بتصنع في مصر، ولكن دي شركه منفصله عن الشركه الشرقيه، هي بتاجر خطوط عند الشركه الشرقيه. لا ثاني فاهمها لي كده، يعني مش فاهم، بتاجر خطوط؟ ايوه بتاجر خط واحد، لان محظور على اي شركه تعمل مصانع تانية غير الشركه الشرقيه، فهي بتاجر خط عندها بتجيب توليفتها من بره باسم شركتها فيليب موريس، والشركة اليابانية برضو كده ومنصور كده وبريتش تباكو كده، اما الشركة الشرقية هي مسؤولة عن انتاج الكليوباترا واخواتها. يعني الشركة الشرقية الدخان مش هي اللي بتحدد اسعار المارلبورو وال... لا يمكن، لا 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 لا، الشركة الام بتاع فيليب موريس هو الشركة الشرقية، ملهاش دخل، هي بتاخد ايجار لاستغلال المخازن عندها بس، المخازن وخط الانتاج بس مش اكتر من كده. لكن رفع سعر طب ثانيه، رفع سعر المارلبورو والميريت والحاجات دي فيليب موريس هي اللي بتحدده ان هو يطلع من 24 ل 25 ل 30 لكذا ل 29 بالظبط كده. طالما في نفس الشريحه اللي الوزاره الماليه محددها. نرجع لل 75 قرش. ايوه صح صح، لان دايما انا عارف احساسك وعارف انك، وانا قعدت معاك اكتر من مره وعارف انك بتتعب قوي علشان الفئه المحدوده، انا متاكد من دي. تمام، ولكن مجبرا اخاك لا بطل. بمعنى انا النهارده لما الكهرباء دي تزيد على الشركه الشرقيه ودي عنابر بالهبل، يجيب تكلفته منين؟ واللي ناديت بيه معاك يا تامر بيه وقلت يا اهل الخير يا حكومه يا رشيده اذا سمحتوا وفروا لنا الدولار علشان ما نجيبوش من السوق السوداء، البنوك ما بتوفرلناش، يبقى انا بضطر اروح اجيب من السوق السوداء. البنوك النهارده اصبحت اوحش من السوق السوداء، بيضربوا على الدولار بيرفعوه بمزاجهم.
النهارده البنك بياخد بالدولار ب 18 10 ويسلم ب 18 20 وما بيسلمناش، بضطر اروح اعمل طلب على السوق السوداء فيها مخاطره، ممكن فلوسي تتصادر، ممكن بتاع العمله ده يتمسك، ما فيش حد بيسمع الكلام. هتعمل بيه تمام، وال 75 قرش دول هتعمل بيه؟ الشركه الشرعيه مش هتاخدهم كلهم، لا، في 37 قرش ونص هيروحوا لخزينه الدوله. اه، وال 37 قرش ونص التانيين مقابل ارتفاع الاجور، لان طبعا. طب اسالك سؤال يا استاذ ابراهيم. كلنا عارفين استاذ ابراهيم. اي معاك يا فندم. انت حبيبي وانا عارف انا بحترمك ازاي، وانا بحبك وانت تعرف ان انا صادق معاك. تمام، اسالك سؤال. اتفضل. الشركه الشرقيه للدخان بتكسب ولا بتخسر؟ لا بتكسب. بتكسب كويس ولا بتكسب ربع ربع؟ لا، اكتر شركه في قطاع الاعمال بتكسب، هي اللي بتحقق، هي الوحيده اللي بتحقق ارباح. شكرا يا استاذ ابراهيم، نورتني النهارده. شرفتني يا استاذ ابراهيم. ربنا يكرمك يا تامر بيه. شرفتني يا ريس. كلام كتير وكذا، واستاذ ابراهيم انا مقدر انه هو بيشتغل في الصناعه دي وعارف وبتاع، وقال لك الدولار مش عارفين نجيبه، كلام تمام صح كله تمام، بس في النهايه انا اضطر كشركه ان انا ارفع سعر سلعه غلابه و75 قرش، ده معناها ان انا مش قادر، ان انا يا عيني بخسر، ان انا خلاص هقفل المصنع. لكن انا سالته السؤال البسيط اللي خلص القصه، بتكسب؟ قال لي بتكسب. قلت له بتكسب كويس ولا بتكسب ربع ربع؟ قال لي بتكسب كويس واحسن شركه بتكسب في الموضوع. فما تقالي قصه، قللي مكسبك يا شركه. بس ده اللي انا كل طالبه. مش عايزك تخسري. بدل ما تكسبي مليار اكسبي نص مليار، اكسبي 100 مليون، عنك ما كسبتي خالص، مشيها كيت لحد ما الناس تعرف تعيش. هو ده اللي انا بقوله. وصلت الفكره؟ انا عارف ان المبررات ما اكثرها. هقعد اتكلم عن سعر الكهرباء اللي ارتفع والطاقه والبنزين والمازوت والايدي العامله، قول اللي انت عاوزه. انا وافقت مع المهندس هشام عرفات وزير النقل على رفع سعر التذكره. ليه؟ لانه مفيش بديل. جهاز المترو بيخسر، بيقع، بيموت. عشان كده قلت له ده شر لابد منه. اكيد احنا مش مبسوطين برفع تذكره المترو، بس ده الدواء المر اللي لازم نشربه عشان المترو يعيش. ده الدواء المر اللي لازم نشربه عشان المترو يعيش، والا المترو هيغرق ويبقى كلنا بنلطم. لكن هنا وضع مختلف عن هنا. هنا مترو بيخسر وبيروح، دي هنا شركه بتكسب وبتكسب كتير. فكل المطلوب تقلل مكسبها، تخسر شويه من مكسبها، مش من تخسر من راس مالها، تخسر من مكسبها سنه عشان الجنين يعيش، عشان الخرمان يشرب، عشان الخرمان يشرب. ابعدوا عن سلع الغلابه، افسقوا سلع القادرين، وافسقوا دي المهذبه، افسقوا سلع القادرين اللي معاه، اللي بيعمله مش عارف ايه يعمله، اللي بيشرب مش عارف ايه يشرب، اللي بياكل سمو مش عارف ايه، اللي بيشرب جبنه ولا بياكل جبنه اومونتال مش عارف ايه، اللي بيعمل كوكو، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. لكن كليوباترا على مش عارف ايه، على الفول، على الكشري، على المش عارف الحاجات اللي هي ارجوكوا ابعدوا عنها، ارجوكوا ابعدوا عنها، واحذروا غضب الخربانين. نلتقي بعد الفاصل. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعالية مؤتمر مصر والسياحة العلاجية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، والتي تستمر حتى 25 من مارس الجاري، وتنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة السياحة والصحة والتعليم والبحث العلمي، وينعقد بمشاركة العديد من الدول التي تمتلك خبرات في مجال السياحة العلاجية، من بينها الكويت وبيلاروسيا وإثيوبيا والنمسا، إضافة
إلى أطباء وخبراء في هذا المجال، حيث تناول المؤتمر أهمية السياحة العلاجية باعتبارها مستقبلا مأمولا، فضلا عن دور مصر في علاج فيروسي ودور الإعلام والمجتمع في السياحة العلاجية والاستشفائية وسبل دعمها وترويجها. وأكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال المؤتمر أن المحافظة تسخر بمقومات فريدة من نوعها، وبالفعل تدعم القطاع السياحي إذا ما تم الاهتمام بها واستغلالها بشكل الأمثل والحفاظ عليها من أجل دفع عجلة التنمية السياحية بما لا يضر بالبيئة الطبيعية، حتى يتسنى لنا تحقيق أقصى استفادة ممكنة. مؤتمر يهدف إلى التعريف بما تمتلكه مصر من مقومات للسياحة العلاجية، على رأسها مؤسسات علاجية وتخصصية في كل مجالات الطب ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، بما يجعلها مقصدا سياحيا وعلاجيا عالميا، ويحقق مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بوجه عام ومحافظة جنوب سيناء بوجه خاص. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وبعد التقرير. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا كان بيشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 25 اللي بنظمها القوات المسلحة المصرية، وكان النهاردة الندوة مختلفة شوية عن باقي الندوات. يعني الندوات التثقيفية الأخرى اللي كانت بتعقدها القوات المسلحة على مدار الفترات الماضية كانت طول الوقت للحديث عن الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرأي العام، وكان بيتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبرز الملفات اللي الناس عايزة تسمع رأي القيادة السياسية ورأي الرئيس فيها. النهاردة الندوة كانت مختلفة. الندوة النهاردة إذا جاز لنا أن نضع لها عنوان فهي شهداء مصر. شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء جهاز الشرطة اللي بيسقطوا يوميا دفاعا عن الحق والشرف والكرامة والوطن. وسبحان الله في نفس الوقت اللي يعني بتعقد فيه الندوة هذا اليوم صباحا كان بيسقط شهداء من القوات المسلحة، وبيسقط شهداء من الشرطة في مكافحتهم للإرهاب والتكفيريين والعناصر الإجرامية والإرهابية اللي موجودة في سيناء. والقصة هنا قصة معناها ان الحرب لسه مستمرة، وانا رأيي كمان انه دموع الرئيس النهاردة كانت دموع معبرة جدا جدا جدا. اثناء فعاليات الندوة النهاردة كان في بعض الافلام التسجيلية المصورة عن قصص بطولات لشهداء سقطوا دفاعا عن الواجب وعن الشرف وعن الوطن. واثناء عرض هذه القصص دمعت عينا السيسي، بكى الرئيس السيسي وهو يرى أولاده بيقدموا أرواحهم فداء للوطن، وحتى وهو بيغالب دموعه قال كده، قال دول مش ولاد أمهات الشهداء بس، دول ولادنا كلنا، ودموعي بتسقط عليهم زي ما دموع أمهاتهم بتسقط عليهم بالظبط. وأنا الحقيقة مصدقه في هذه المشاعر، لأنه هو الرئيس هنا في النهاية هو بمنطق ولي الأسرة أو رب الأسرة الكبيرة، الأسرة المصرية. أي رب أسرة فينا أكيد لما ولد من ولاده يموت أو حتى يستشهد أكيد ما بيبقاش فرحان. يعني سيبكم بالكلام اللي احنا بنقوله، فإن الشهيد طبعا مكانه الجنة وده كلام صحيح، بس في النهاية الفراق صعب، الفراق صعب. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وقال لك إن لفراقك لمحزونون، وإن لفراقك لمحزونون، إن القلب إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون. فهذه مشاعر حتى للأنبياء، فما بالك برب الأسرة المسؤول عننا كلنا وهو شايف ولاده بيسقطوا استشهادا في سبيل الوطن. هو فرحان بهذه الروح وهذه التضحية وهذه المعاناة الكبيرة اللي هم بيعملوها حبا وطواعية، بس كمان لازم يحزن ولازم كلنا نحزن. بس هذا الحزن في رأيي يجب أن يتحول إلى طاقة إيجابية، يجب أن يتحول إلى طاقة إيجابية، أولا دعما لجيشنا وشرطتنا في هذه الحرب الشريفة حتى تنتهي، رقم اتنين إن كلنا نبقى مشاريع شهداء، كلنا نبقى مشاريع جنود، كلنا نبقى مشاريع مشاركين في هذه الحرب، حتى لو بالكلمة، حتى لو بالدعوة، حتى لو بالمؤازرة. لأن أنا قلت لحضراتكم مجرد التشكيك
مجرد التسخيف أثناء الحرب خيانة. دي وجهة نظري المتواضعة يعني. تقرير. خلال فعاليات الندوة التثقيفية 25 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمقامة بمسرح الجلاء، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا كبيرا من أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في مواجهة الإرهاب فداء لمصر وشعبها العظيم، سواء من شهداء حرب أكتوبر وعدد من مصابيها، أو الشهداء من الضباط والصف والجنود من قوات إنفاذ القانون بسيناء، وكذا الأم المثالية لأسر الشهداء. الشهيد الحق هو من يتنازل عن حياته ونفسه في مقابل أن يجلب للناس الحياة، لا يسبب للناس الموت ولا الخراب. الشهيد الحق هو الذي يجلب للأوطان الأمان والاستقرار، والذي سطى على كلمة الشهيد من التيارات المتطرفة يدخل على الأوطان الرعب. ندوة شهدت عرضا لبعض القصص الحقيقية عن شهداء العمليات العسكرية من رجال الجيش والشرطة، وذلك بهدف إلقاء الضوء على بطولاتهم وحجم العمل المبذول والتضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن. مصر لو عايزاك توكل، شوف بقالي سنين بوكل فيك وربي، روح انا استودعت ربي فيك ولاخواتك مثلا، روح يا واد الله يعينك، روح يا واد وارجع بطل. الندوة طلب خلالها السيسي بتكثيف دور جمعية المحاربين القدماء مع المجتمع المدني، مبديا استعداده لحضور معارض جمعية المحاربين القدماء المختلفة، كما وعد بتوفير دراجات بخارية لمصابي جمعية المحاربين القدماء على حساب الدولة، مشيرا بأن القوات المسلحة والشرطة ليسوا وحدهم من يتصدى للإرهاب فقط، لكن شعب مصر كله يتصدى للإرهاب. دي لقطة مهمة جدا جدا، وأنا بشكر الرئيس عليها، لأن أنا في ظني يعني الحقيقة، وعلى الأقل في مجال حياتي الواسعة، هذا أول رئيس في مصر يبقى بيلمح بشكل واضح كده لفكرة رعاية أسر الشهداء من الجيش والشرطة والمحاربين القدامى وأولادهم ومصابي الحروب. يعني طول الوقت كان الكلام عنهم، طول الوقت كان الكلام عنهم من الرؤساء السابقين ومن وزراء الدفاع السابقين، ومن الكلام عن إن هم أبطال وإن هم خدموا البلد وإن هم دول رمز وكذا، وده شيء رائع وصح، بس كان الكلام كله كلام تقديري إنشائي. لكن أنا كنت بقول من زمان، ومن أيام ما كنت بطلع في البيت بيتك حتى في بدايات الألفينات، كنت بقول إنه ما ينفعش حد حارب للبلد دي فاستشهد أولاده يبقوا عايشين في ضيق، أو إن هم ما يبقوش لاقيين مصاريف المدرسة إن هم يكملوا تعليمهم بشكل جيد ومحترم، لأن ساعتها الولد هيقول لك يعني أنا أبويا راح، مش عايز أقول بقى الكلمة اللي بعديها، أنا عايز كل ابن شهيد يظل فخور باستشهاد أبوه، ويظل يقول طول الوقت البلد اللي أبويا استشهد من أجلها واقفة ورايا، وإن البلد كلها أبويا. لازم الإحساس ده يبقى موجود بالفعل مش بالكلام. المحاربين القدامى، طب اللي استشهد الناس اللي مصابي الحروب، اللي دخلوا في الحرب وأصيبوا وحصلت لهم عاهة أو عجز معين، ما ينفعش يتسابوا كده كأنهم كم مهمل. عشان كده أنا سعيد إن الرئيس النهاردة قال هندعم جمعيات المحاربين القدامى، وإن هو هيحضر بنفسه المعارض المنتجات اللي بيعملوها المحاربين القدامى، وإنه هيشوف موضوع الدراجات البخارية والنارية علشان المصابي الحروب. لازم الدولة تقف جنب من ضحى لها، مش بس عشان تقول له شكرا وهذا حقه، عشان كمان تدي اطمئنان لأي حد بيحارب دلوقتي إنه لو سقط شهيد بلده مش هتسيب عياله، بلده مش هتسيب مراته، بلده مش هتسيب أبوه وأمه. فاكرين حضراتكم الحادث اللي وقع امبارح في بريطانيا؟ والحادث الحقيقة ده من أهم الحوادث الإرهابية اللي حصلت في الآونة الأخيرة، مش لوقعه ومش لعدد ضحاياه، ولكن لمكان حدوثه، لندن. ليه أنا بقول لك أهم حادث إرهابي حصل في لندن؟ لأن لندن طول الوقت كانت لندن الآمنة وبتتفرج على الإرهاب وهو يضرب كل دول العالم، وهي قاعدة بتقول مشكلتكو السبب عندكو، أنتوا عشان ما عندكوش ديمقراطية، عشان ما عندكوش حريات، عشان ما عندكوش مش عارف إيه، وكانت بصمة شفايفها. أضف إلى ذلك أن بريطانيا ولندن طول الوقت متهمة بإيواء الإرهابيين وبإيواء الخارجين على القانون. أنتوا عارفين أن لندن بالذات ما عندهاش قانون، مش موقع على قانون تسليم المجرمين،
فأي مجرم من أي بلد يتعال عليه حكم يهرب على لندن ويقعد في أمان يصرف الفلوس اللي سرقها. أضف إلى ذلك إن لندن متهمة بتقديم الدعم الرئيسي لتنظيم الإخوان المسلمين، ومعظم قيادات الإخوان موجودة هناك والباقي موجود في قطر. عشان كده بقول لكم إن الواقعة دي مهمة. طبعا أنا مش بقول شماتة وإن أنا فرحان إنها حصلت، طبعا عمر ما في حد يفرح إن في إرهاب حصل، بس هو اللي حصل امبارح ده دليل على صدق الرؤية المصرية في أن طباخ السم بيدوقه، وإنه الإرهاب كبره لحد ما يتفحش ويتوحش ويكبر ويتسعر فياكل الكل، صانعه قبل مستقبله. علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. تقرير. في إطار تحقيق في هجوم لندن، ألقت الشرطة البريطانية القبض على 7 أشخاص في وقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر دهس سيارة عدد من المرة، وطعن مهاجم شرطي قرب البرلمان البريطاني في هجوم وصفته الشرطة بأنه إرهابي. ومن بين القتلى المهاجم والشرطي وثلاثة من المرة الذين دهستهم السيارة على جسر ويستمنستر المجاور للبرلمان، وأن ضحايا الحادث جميعهم تم نقلهم من محيط الهجومين لتلقي العلاج. حادث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه تعرض لإدانات عدة، حيث أدانت تريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية الهجوم ووصفته بأنه عمل منحط ويثير الاشمئزاز، وأدانه وزير الخارجية البريطاني مؤكدا أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة لندن لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير أيضا، كما أدانه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بالعمل الإرهابي الخسيس والجبان. حوادث إرهابية تكررت في مختلف عواصم العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى خبراء في شؤون الأمن أن هذه ليست ببعيدة عن عملية الدهس التي قام بها سائق شاحنة بمدينة نيس في يوليو من العام الماضي. العملية لا تختلف عن عملية مشابهة ضد سوق في برلين في ديسمبر الماضي. وها هو هجوم لندن يقع في الذكرى السنوية الأولى للهجمات التي شنها متطرفون في بروكسل وقتل فيها 32 شخصا. فالهجوم الذي وقع قرب البرلمان يعد الأول من نوعه في بريطانيا منذ مايو 2013، عندما طعن متطرفان بريطانيان جنديا حتى الموت في شارع بجنوب شرق لندن. وفي يوليو 2005 قتل 4 متطرفين بريطانيين 52 راكبا في تفجيرات استهدفت شبكة النقل بالعاصمة البريطانية. صاحب الواقعة بتاعت لندن بالأمس اسمه خالد مسعود، بريطاني من أصل جامايكي، الحمد لله، بس عشان إيه ما كانش عدى هنا في مظهر بتاعكم إن لبسنا بريطاني من أصل جامايكي، من دولة جامايكا في الكونكا كاف فوق في الأوراسيا، ما عرفش اسمها إيه الحتة اللي فوق دي. طيب النهاردة كان أول اجتماع لنقابة الصحفيين بتشكيله الجديد بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن فوز النقيب الأستاذ عبد المحسن سلامة ومجموعة معه، شكلوا 6 أعضاء جدد مع 6 القدامى من الانتخابات السابقة. النهاردة كان أول اجتماع، والنهاردة ما كنا نخشاه حدث وما كنا نحذر منه وقع. احنا قلنا ان في ما يشبه الفتنة، ما يشبه البلبلة، ما يشبه الشقاق في نقابة الصحفيين. في اول اجتماع النهاردة انسحب 5 أعضاء من الاجتماع، وده ان دل على شيء فيدل على ان المهمة شديدة الثقل على عبد المحسن سلامة والمجلس في لم الشمل. يعني انا في رأيي اذا نجح المجلس هذه المرة مش في ان هو يعمل اي انجازات، ولا بدل تكنولوجيا ولا بدل كذا ولا بدل كذا، الحاجات دي تيجي قدام، بس هي فكرة الانقاذ. هذا مجلس إنقاذ، إذا استطاع أنه ينجح في مهمة فقط لم الشمل فيبقى أنجز الكثير، وبعدها نشوف بقى مكاسبنا المادية والمهنية ممكن تبقى عاملة إزاي. طيب هسيب حضراتكم مع هذا التقرير عن ختام أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بمشاركة سحر نصر وزيرة الاستثمار ووزير الاقتصاد اللبناني، ثم نذهب إلى الفاصل. بعد الفاصل نبدأ حوارنا، والنهاردة حوارنا لطيف جدا جدا جدا. حوارنا عنوانه انت متطلقة ومبسوطة ولا ظل راجل ولا ظل حيطة؟
بعد الفاصل. سبع عشرة وثيقة كانت نتاج اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. الهدف الرئيسي يعني قيادة وحكومة وشعب ان احنا عايزين نشوف يعني نمو اقتصادي سواء في مصر او في الدولة الشقيقة لبنان، فاحنا بنشوف كل اوجه التعاون، نتكلم على في التجارة، نتكلم على الاستثمارات، نتكلم على قطاع مهم جدا السياحة والآثار والثقافة، نتكلم على قطاع الشباب، احنا دولتين فيهم نسبة كبيرة من الشباب، ازاي ان احنا يبقى في تعاون اكبر ان احنا ننشط الاستثمارات. الاتفاقيات بين الجانبين جاءت في عدد من مجالات التعاون المشترك كالسياحة والثقافة والبيئة، وذلك في ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لأفاق جديدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين حتى على المستوى الأمني. أهم اتفاقيات بموضوع الأدوية، بموضوع الزراعة، وبموضوع كمان التبادل التجاري على عدة مستويات، وفي موضوع كمان الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي عصب الاقتصاد بين البلدين يعني. كما سبق اجتماعات اللجنة اجتماعات أخرى تحضيرية بحثت العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية ومستقبل تطوير العلاقات بين البلدين. بعد أن ظلت أعمال اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة متوقفة على مدار سبع سنوات الماضية، جاءت هذه الزيارة لتحرك المياه الراقدة وتفعل العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. أحمد غنيم، الحياة اليوم. حالة طلاق كل أربع دقائق، هذا هو الرقم الصادم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ما ينذر عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة من شأنها أن تضر بالأسرة والمجتمع خلال الأعوام القليلة القادمة. ووفقا للإحصائيات والبيانات الرسمية، فإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 300 حالة، فيما لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو 3 سنوات لا أكثر، فيما وصلت حالات الخلع عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام 2015 إلى أكثر من 250,000 حالة انفصال، مسجلة زيادة تقدر ب 89,000 حالة عن العام الذي سبقه 2014. فنسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة، ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، بما يقترب من ثلث تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية. عوامل عديدة كانت وراء ارتفاع نسب الخلع والطلاق بين المواطنين المصريين، عوامل من بينها التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى ما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، حيث تركت تلك التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري وخلفت العديد من المشكلات الزوجية، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سرع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، كما تشير الدراسات الاجتماعية بأن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، وهو ما سرع من وتيرة طلب الخلع والطلاق. أهلا بحضراتكم. عندنا 4 مليون مطلقة في مصر، ده رقم يخض، والرقم اللي يخض أكتر الرقم اللي أطلقه الجهاز التعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر لما قالك إن إحنا عندنا حالة طلاق كل 4 دقايق، يعني كل 4 دقايق في أسرة بتفشل، في أسرة كده. وطبعا المشكلة لو في أطفال وأولاد. الحوار النهاردة اللي إحنا عاملينه شوية بشكل مختلف، مش هنقعد نتكلم بقى ايه اسباب الطلاق وامتى تتطلقي وكذا، احنا عايزين نعرف اولا الظاهره دي ظاهره بسبب التغيرات اللي احنا ذكرناها اقتصاديه واجتماعيه وتكنولوجيه وبتاع في التقرير. رقم 2، المطلقه عايشه ازاي؟ هل مطلقه طول الوقت هي الجانب المظلوم والصوره الذهنيه السلبيه بتاعت زمان بقى المطلقه دي اللي عايشه حل على مش عارف ايه على حل شعرها على حل شعرها جاهزه انت بالله على طول تمام
والحاجات دي، الظروف المادية اللي بتعاني منها، نظرة المجتمع إليها، هل هي سعيدة في حالتها وبتقولك أنا كده أفضل حالا كثيرا من أن أنا أبقى متجوزة ومظلومة أو مقهورة أو ضل رجل ولا ضل حيطة مش عارف إيه. من الأربعة مليون أنا معايا أربعة، بس مش أي أربعة، بسم الله ما شاء الله، يعني أربعة تقال، كفاية أن واحدة منهم اسمها جمهورية لوحدها. الأستاذة جمهورية عبد الرحيم، رئيسة جمعية نساء من أجل التنمية لرعاية المطلقات. جبتي منين الجمهورية دي؟ سبب سياسي. سبب سياسي؟ أيوه. بسم الله ما شاء الله. طب يعني مش مؤمن على السبب خلاص، بس يعني الاسم حلو في حد ذاته. ربنا يخليك. أهلا منوراني. الأستاذة المحامية سالي الجباس، مدير مؤسسة سيزا نبراوي لحقوق المرأة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. مشرفاني ومنوراني. الأستاذة سوزان عمر أبو بكر. أهلا وسهلا. صح كده الثلاثي؟ ثلاثي. مشرفاني ومنوراني. الله يخليك. ومش عارف بقى فاكرينها ولا لا، صاحبة حملة الفساتين، البسي فستان وولعت الجبال. لا 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 لا، البسي فستاني كستريدي اونستيك. البسي ايه؟ البسي فستاني كستريدي اونستيك. كستريدي اونستيك. انا اول لا الناس اللي دعمونا يعني فما تخبطش. لا مش هخبط، لا بس انا على فكره انا قلت البسي الفستان وتحتيه ايه؟ لا ده كانت هزار كده، بس انت في الاول كنت مبسوط وكنت بتدعم الحمله. لا اجيب لك الفيديو. لا انا ما عنديش مشكله، الفساتين تمام، بس لو تبقى تحتها بنطلون يبقى كده. يا سلام. لا ده كان قبل نسبه الطلاق ولا بعديه؟ لا لا ده ملوش دعوه، يعني انت تبقي ست وتحبي نفسك بصرف النظر انت يعني معاكي راجل او لا، دي حاجه ثانيه. طيب خلونا الفقرة النهاردة مش فقرة نظرية بقى وأكاديمية ونقعد نتكلم فيها كلام إنشا ونظري وبتاع، هي فقرة حوارية كأننا قاعدين في البيت كده وبندردش، راجل وأربع ستات. تمام. كويس، زي راجل وست ستات. بالظبط. قولي لي أولا فكرة المطلقة. الست إمتى تجبر على إنها تبقى عايزة تتطلق وتقرر إنها تعيش لوحدها وتهد أسرة أو تستغني عن الأسرة؟ هي نقول ان مفيش ست في الدنيا حابه ان هي تخرب بيتها او ان هي تبقى مطلقه. كويس. وخصوصا الست اللي عندها ولاد. مش هنقول ان الرجاله كلها هي بتخلي الست ان هي تاخد الخطوه، بس خلينا نقول ان في حالات بتطلق طلاق غيابي وهي عايزه تقعد وتثبت في البيت وتربي ولادها. بس هو بيروح يطلقها غيابي، فدي هي للاسف بتاخد لقب مطلقه غصب عنها. دي واحد. صح. النساء اللي بتقدم على الطلاق للضرر، الطلاق للفرقه، الخلع احيانا، بتبقى جربت كل الوسائل ان هي تحمله مسؤوليه، ده سبب احيانا عدم تحمل المسؤوليه معنويه، لا انزلي انت هاتي السباك وانزلي انت اتعاملي وانزلي انت ودي الاولاد المدارس، طب ايه انا دوري؟ هو خزنه بتدي فلوس وفقط، نسي خالص فكره ان الحياه مشاركه. وهدي شويه، ايه بقى التخبيط؟ هي ممكن تنزل تشتغل على فكره وتجيب فلوس. هي ممكن تشتغل وتجيب فلوس، بس هي يوم لما قررت ان هي تتجوز ربنا قال ايه؟ موده ورحمه، وان الاثنين يعني تاخدي موده ورحمه وما تاخديش فلوس؟ انا موافق. ما هو ده دوره. خدي موده ورحمه زي ما انت عاوزه، بس مالكيش دعوه بمحفظتي. هو ده دوره ليه؟ ان ربنا بيقول يا رجال قوامون على النساء بما انفقوا، فهو دوره الانفاق بلس ان هو كمان لازم يعمل عمليه التوازن في الاسره. تمام. هي بتراعي وبتربي وبتحط مبادئ وبتعمل قيم وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، هو على الانفاق، ولكن لما نكتشف ان هو بيبتدي يستغل بعض النساء ومراسها، لا انت تصرفي في البيت علشان انا مش قادر، تبتدي لا انزلي اشتغلي عشان تكفي، كل الضغط الداخلي والخارجي بتلاقي نفسها واقفه، طب انا رايحه فين؟ الولاد بيتجهوا غصب عن الدنيا دي كلها لقدر الله المخدرات او ينزلي يبقى بيعمل مشاكل، مين المفروض يقف؟ هي بتقف، بس الاب لازم يبقى فيه رادع، فبتلاقي نفسها لا ده انا قايمه بدور الاب ودور الام، كمان بيبتدي يحصل حاله نزاع وحوار شويه الى حد ما بيبقى حد، بتوصل مرحله يبقى فيه ضرب والاعتداء، فبنلاقي حالات في المحاكم بتقول ان انا تم الاعتداء عليها. حاجه كمان مشكله جدا انتشرت في المجتمع، ان بعض النساء بتجبر على الجماع بطرق معينه الى حد ما بيحرم في الدين او ممنوع في الدين، اللي احنا دلوقتي في المجتمع المدني بنقول عليها الاغتصاب، الاغتصاب الزوجي. ده موجود، نبقى احنا بنعملين زي النعامه لو حطينا راسنا في الارض وقلنا ده مش موجود، لا موجود. 90% من الحالات الموجوده في المحاكم بتقول كده. الاغتصاب الزوجي. الاغتصاب الزوجي، ان هي بيتم معاشرتها بطريقه الى حد ما فيها عنف. كمان في او انها مش عايزه.
لا هي بتبقى عايزه بس في 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 بفعل بفعل بص ده فكره الحلال والحرام هي ما تقدرش تمنع نفسها ان ده حقه الشرعي ولكن إيه لا انا اعترض ولكن انا قصدي انا اعترض يعني قلت ما فيش حاجه اسمها ان الست تكون مش عايزه وده حقه أنا قلت الشرعي ما فيش حاجه اسمها انا قلت مش عايزه دي معناها ان دي بني ادم مش ماشين مش فاكره ده في بيبقى في بغض بس انت بتبقى بتاخد حقك ده ازاي هي الفكره ان انت القضاء لا لا بس هو لا بس هو دينيا فعلا لا معلش الحديث ده الحديث ده عليه كلام ومش لا لا, 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 لا معلش الحديث حاجات مؤكده شرعا لا ثواني الحديث ده الحديث ده ضعيف واحنا بنتكلم فيها الحديث ده ضعيف طيب انا بس مش عايز اخش في جدل مش عايز اخش في جدل ديني مش عايز اخش في جدل ديني ماشي اوكي شرعا احنا بنتكلم ان في بعض النساء بتعرض بتم الضغط عليها بشكل او باخر عشان ياخد حقه بطريقه مش سليمه طب النهارده القضاء بيقول لي ايه لا لازم فعلا يكون اوتوماتيك ده حصل ويتم عرضك على الطب الشرعي ازاي هي بتبقى بالنيه او بالمحاوله ولا ان انا ابتدي اوريدي عندي حاله فكل الحاجات دي كلها بتوصلها ايه لا انا هرفع دعوه خلاص طيب انا مش عايزه اطلق طيب للضرر يبقى خلاصه كلامك اللي انت عايزه تقوليه انه الست بصفه عامه ما بتبقاش هي اللي عايزه تروح للطلاق عمرها ما تخرب ايديها بايديها بتبقى مجبرة على الحل ده لأنها استنفذت كل الوسائل للإبقاء على الزواج حط فوق ده كله الخيانة الزوجية مش عيب إن هو يروح يتجوز تاني مش عيب يا سلام إن هو يروح يتجوز تاني بس ما ينفعش إن هو يروح لا لا طب اتفضلوا أنتوا بقى التلاتة اتفضلوا الراحة عشان في استراحة أنا معاك لا لا أنا معاك نعم أنا معاك مش عيب إن هو يروح يتجوز ثانية واحدة بيعمل ده بنطق بص يا أستاذ بص يا أستاذ احنا قاعدين هنا فين؟ قاعدين في الاستوديو لا في مصر يعني تمام كويس وبنتكلم على ستات مصريات تمام فكلام اللي هو الموز باللبن ده ما بيمشيش لا ده مش موز باللبن وحياتك موز باللبن ده شرع واللي يقول غير كده ايوه على فكره ده الشرع يا جماعه بس هاتي لي ست تمام توافق ان جوزها يتجوز عليها ده الست تقول لك يخوني وبيجي يترمي في الاخر جنبي لا لو هو اوريدي هي قايمه بواجباتها الشرعيه ومش مخليها عايز حاجه وهو لكن النهارده لكن النهارده انت عندك ازمه الست تقول لك ايه تعالى بقى بحقه حقيقي تقول لك تتطلقي ولا يروح يتجوز عليكي اقسم بالله لازم هتطلق لا تتطلق انت تقولي كده لا لكن كل الستات اللي عندها كرامه تقول كده احنا مش هنحول الموضوع لجدل اي ست عندها كرامه هتطلق بيجي لها حالات في المؤسسه بتقول لك كده احنا بنتكلم يا استاذ ده كل دي طلقني لا لا كل قاعده شواذ ده قله القاعده ليس كل لا جميل. طبعا يعني النهارده يا استاذه لو سالتي اي ست في مكتبك وفي جامعتك لو سالتي اي ست تقولي لها جوزك يتجوز عليكي ولا يخونك لا بس احنا لك يخوني وهيجي يترمي جنبي على السرير لا لا يا جماعه ولا يتجوز عليا ولا يخوني ما ننكرش يا استاذ تامر لا ولا يتجوز عليا لا 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 يا استاذ يا دكتور احنا ما ننكرش ان في نماذج في المجتمع متزوج من واحده واثنين وثلاثه فيش ست بتقبل بدايه اذا كانت قليله الحيله لا في هم الشواذ الاصل في الاسلام التعدد بس احنا لو هنتكلم على العام فهي اكيد هتبقى مش عايزه تخلص منه ادعموني نفسيا واجتماعيا وقولي لي اقدر اعمل ايه علشان ما ابتديش طيب. يبص قولي بس اسمع رايك انا وجهه نظر واحده طيب على كده قولي يا دينا بس شايفه انه انا كده فهمت السؤال يودينا لا 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 كده غلط ليه كده غلط عشان هي عشان ترفض تبقى زوجه هدوا نفسكم هدوا نفسكم لا واصعب حاجه في الدنيا تقعد مع مجموعه ستات دي اصعب حاجه في الدنيا يعني تروح تقعد عند الكوافير تتفرج عم بيعملوا ايه على بعض خلاص بتطلق عشان هي تبقى زوجه انت شايفه لا خيانه ولا جواز ولا خيانه ولا جواز طبعا انا واحد بحبه لا يمكن اتقبل ان تبقى في ست تانيه غيري في حياته ليه ده الطبيعي انت تتقبل في راجل تاني في حياه الست انت بتحبها راجل انا زي زيك انا زي زيك الست زيها زي الراجل الراجل ما يقبلش ان مراته تبقى عارفاه وعارفه واحد تاني معاه طيب. ليه الست طب ممكن بالراحه مين اللي قال على فكره مش رايي انا هنا بقى احنا بنتكلم طبعا مين اللي قال ان انت زي زيك انا زي زيك طبعا هيبقى امرت ايه بقى امرت كل حاجه يعني ما تبصي على شعرك وبصي على شعرك لا في الشكل بصي على فستانك وبصي على بدلتك لا زي زيك بقى امرت ايه الشكل ده بتقول لك لا مش في الشكل بس تشريحيا فقط تشريحيا فقط وهي تشريحيا دي شويه تشريحيا كفايه يعني تشريحيا انت مخلوق راجل وانا مخلوق اسد طيب لكن نفسيا وعضويا واجتماعيا والله لا وكرامه وكل حاجه لا كرامه ما تجيبناش سيره الكرامه ازاي يعني الكرامه طبعا انسانيا الست زي الراجل وفي الحقوق الست زي الراجل وانا ما قلش عن الراجل اي حاجه بالعكس انا بتفوق عليه لا لا احنا كده لا 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 يا دينا دينا بالراحه بس بالراحه على فكره على فكره بالراحه بس بالراحه والله هجيب لكم حقكم المائده مستديره بس تمام والله هجيب لكم حقكم صدق ان انت شخصيا بالذات ايوه اللي ما ينفعش تقولي كده
ليه بقى؟ عشان الراجل ما ينفعش يلبس فستان. ايوه بالظبط. ليه بقى؟ ثانية واحدة. ثانية واحدة. انت حملتك اسمها ايه؟ البسي فستانك واستردي اونستك. استردي ايه؟ اونستك. استردي ايه؟ انا اعترض على العنوان. مش مهم بقى يا ستي، انت اعترضي براحتك، بس انا قصدي ان هي دي حملتها هي. انا معتزة. معتزة تقولي اونستك. طيب استردي اونستك. حلو؟ هو ده الفرق اللي هي الانوثه ايه علاقتها في الصفات الشخصيه؟ يعني انت عندك عشان انت راجل وانا ست، انت عندك كرامه وانا ما عنديش، انت عندك احساس وانا ما عنديش. ايه علاقه؟ بس احساسي مختلف عن احساسك. انا اتقبل الخيانه وانت ما تتقبلهاش. لا الخيانه لا. طب الخيانة ما حدش. انا واحده من الناس، انا بالنسبه لي الخيانه زيها زي الجواز، ولا يفرق يعني معايا. ايه الخيانه زي الجواز؟ الخيانه زي الجواز طبعا. هتفرق في ايه؟ انا بالنسبه لي هتفرق في ايه؟ تفاصيلي بتروح لست تانية، هتفرق في ايه بقى التفاصيل دي بعقد ولا مش بعقد؟ طيب لو احنا ما خليش دي مشكلتها، دي مش حد، مش حاجه. طب مش عايز اسالك. طب خلاص خلاص استاذ سوزان، بره الموضوع استاذ سوزان. انا والله ده هو ما بيكلفش. بس هوب هوب يا استاذه، انا مش عايز اسالك السؤال اللي هو بيحرج، لان هو هنا في النهايه هخش في الدين برضه، وفكره مثنى وثلاث وربع ما كانش ربنا خلق. الايه بتقول ايه؟ ايه الايه بتقول ايه؟ ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ان خفتم الا تقسطوا ده شرط بناء عليه نتيجه. الايه ديت نازله وفيها تفسيرات كتير. احنا بناخد التفسير بس اللي هو السلفي اللي احنا يعني بنمشيه في الموضوع. يعني لكن ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ده معناه انها حاجه مختصه بالايتام. لا خد بالك، لا ده نقطه مهمه. ليه؟ لان ممكن يكون نقطه مختصه بالايتام. طب بس ثانيه واحده بس، انت الايتام، انا بتكلم على انه جزء كبير من اسباب طلاق عند ست كتيره انه جوزها يتجوز واحده ثانيه. جوزها يقول لها انا محب واحده ثانيه وعايز اتجوزها، يبقى طلقني. هي عندها حريه الاختيار ان هي تكمل او ما تكملش. طبعا هو السؤال المهم عشان كده بتخش المحكمه وتتطلق. هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه. طيب هو السؤال المهم، هل هي من حقها؟ هي حقها حقها جميل، بس ليه تتطلق؟ طيب عشان ايه بقى؟ اذا كان هنا الراجل، اذا كان هنا الراجل، اذا كان هنا الراجل، ما بيعملش حاجه غلط. ازاي؟ ما هي ازاي ما بيعملش حاجه غلط؟ هو بيعمل اللي ربنا حلله له. لا معلش، في شروط للكلام ده. ايه هو الشروط؟ يا استاذ تامر، انا دلوقتي لما اقول لك ان رحت المكان الفلاني، ان رحت اسكندريه هتعوم. تمام؟ ينفع تعوم من غير ما تروح اسكندريه؟ احنا هنا مش هنطلع. لا معلش، انا دلوقتي بقول لك ان معلش. ايوه فين الشرط؟ ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى معناها انها حاجه مختصه بالعدل بين الايتام. احنا لا ليه انت ماسكه ليه بس؟ نفس النظريه. الايه الثانيه بتاعت وان خفتم الا تعدلوا فواحده. خلاص اوكي. ده معناه ايه؟ يعني انا معناها بقول لك ايه؟ انا هعدل. معناها انا بقول لك ايه؟ انا هعدل. لا لا وهي من حقها ان هي تختار. معلش انا كملت كلامي. بس على فكره خلاص بلاش نحاول. انا مش مطالبه ان انا اعمل تعدل في ايه؟ تعدل ايه؟ ندخل بقى في الطلاق. ماشي ماشي. عشان ننهي الحته دي، هي لما تيجي تقول لك انا كرهتك انا بغض، بتقول لها ايه؟ روحي وانت طالقه. اساسا انت هي نفس القصه، هي مش عايزه تعيش معاك. لا هقول لك على حاجه. هتعيش مع راجل. احنا اتكلمنا كده. اي راجل يحس ان مراته مستغنيه عنه ومستعده انها تشوفيه ست تانيه، يبقى هي ما بتحبوش اصلا. انت مالكش قيمه عندها اصلا. ادخل على النقطه الثانيه. مالكش قيمه عندها اساسا. اسباب الطلاق بالظبط. معانا جمهوريه كمان عايزه تتكلم. ست اللطيفه اللي ما كلمتش بس تتكلم قبل الفاصل يا استاذ ضيف. احنا كلنا ما اتكلمناش قبل الفاصل يا استاذ تامر. الست الغلبانه دي بقى بالظبط. بعد الطلاق هتكلم من زاويه اخرى. هم خدوها من ناحيه الاحتياجات الزوجيه. لا، المراه المصريه بصفه عامه بتتحمل كتير جدا. الاسباب اللي تخليها بتؤدي للطلاق، العنف، ومش العنف اللي اتقال عليه من قلنا ضرب وقلنا انا ما لحقتش اتكلم في العنف. اهدوا بس يا اخوانا، سيبوها تتكلم يا خبرابي عليكم. ممكن يكون عنف اقتصادي، عدم الانفاق على الاسره، عدم الانفاق على الزوجه نفسها. ممكن يكون عنف نفسي بيمنعها من زياره اسرتها مثلا، او بيمنعها من انها تخرج مع صاحبتها، او زياره حد من اصدقائها، او يمنع اصدقائها انهم يجوا عندها. دي حاجات بتاثر عليها نفسيا. ممكن عنف تاني بدني، ممكن تكون بتتضرب، بتتهان، بيشتمها، بيهزقها قدام ولادها او قدام قرايبها، او بيمنع. يعني في حاجات عنف متعدد الانواع بتتعرض ليه الست المصريه. هي اصلا بتتحمل كتير جدا، بتتحمل الفقر، وبتتحمل الجهل، وبتتحمل مرض الزوج، وبتتحمل الحياه الصعبه وارتفاع الاسعار، وبتتحمل حاجات كتيره جدا. ما صعب انها لما وهي زي ما قالت سالي اللي هضم من سالي انها فعلا بتلجا للطلاق بعد ما بتكون استنفذت كل الطرق، الصلح والود والرحمه. انتوا عارفين ان لو في رجاله دلوقتي على ايه؟ لو في رجاله دي، في رجاله طبعا. في رجاله كتير طبعا. لا مش قصدي، هقول لك الست الاغنياء بيروح يتطلقوا ليه؟ هيقول لك انه في امثله كتير جدا للرجاله. انا عايز اقول حاجه، ان فعلا المراه المصريه لما بتستنفذ كل الطرق اللي عندها وبتوصل لمرحله ايوه فيها فيها في رجاله بيقولوا العكس يا استاذه. في رجاله يقول لك ان الست بتاعتي هي اللي خربت البيت. يا استاذ تامر انا كنت عايز اكمل وهي اللي خربت البيت. مفيش حد بيجيب الحق على نفسه. مفيش حد بيجيب الحق على نفسه. ظاهره الطلاق، ظاهره الطلاق بريه منك، بريه منك. الاهمال برضه بيعمل كده. ازاي نحلها؟ كجمعيات
مجتمع مدني او جمعيات حقوقيه ومجالس قوميه متخصصه في المجلس القومي لامم الطفوله، القومي لحقوق المراه، وده فعلا فيه لجان متخصصه بتاخد وفيها مكاتب شكاوى بتاخد الحالات دي وبترفع لها قضايا حتى لو هي مش قادره. طيب. اسمع رايك استاذ سوزان عشان اطلع فاصل. قبل الفاصل بتكلم عن الطلاق المجتمعي واحنا هنا في نقطه مهمه جدا اصلا ما اتكلمناش عليها، ممكن الست تتطلق من اجل الصغار اللي هيشوفوا العنف فهيقلدوه هيتاثروا جدا نفسيا بيه، يعني هتطلق خوفا على اولادها. اه طبعا، ما هو الست بتستحمل احيانا، الست الشرقيه مش المصريه بس بتستحمل علشان الولاد، دي جمله اصلا يعني كلنا بنقولها، استحملي علشان ولادك. طب اذا ولادي شافوني بقتين، شافوا باباهم بيقول لفظ، شافوا باباهم بيعرف واحده ست او بتعطى مخدرات، شافوا باباهم بياكل بالطريقه اللي مامي مش بتعلمهم بيها، يعني حضرتك يعني ده طلاق من اجل مصلحه الصغار. لا ما كنت ماشي عدل، كنت ماشي ايه بابا طيب بياكل بال هنقول لا لا حضرتك بتربي يعني المدام عامله حمام عندي المدام عامله حمام ليه حالات كده يا حاجه هدي نفسك ثانيه واحده لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن بس انا دلوقتي المدام عامله حمام تقولي لي كله بالشوكه والسكينه؟ لا طبعا هنقعد الملوك بياكلوا طبعا ايه اللي بابا بياكل مش لا 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 ما قصدتش، قصدت انه الولد ممكن يشوف او البنت اما تشوف عنف. اصل انا بشوف بصراحه حاجات في محاكم الاسره مش عارف عايز اطلع عشان محاكم عشان الاسره دي بقى عشان الراجل بيشخر والتاني مش لا عارف لا في الافلام اللي بتقول الكلام ده لا يا نهار ابيض ده انا اجيب لك قد كده والله العظيم اجيب لك قد كده وحياه ربنا اجيب لك قد كده انه ما بيودينيش الاوبرا. اوبرا اوبره مين اللي ده في بلاوي دكتور ممكن بس يطبق خلع على فكره من حقها برضه على فكره من حقها اي سبب هي عايزه تنفصل عليه من حقها لا بس تخرب ولو بتتكلموا عاديين بقى لما الست اللي هي بتاعت الحديقه لما قالت للرسول ان هي لا تكره عليه على فكره انا ما بقولش انه مش حقها من حقها تسيبه لاي سبب زي ما هو من حقها ده لان اصلا الموضوع استاذ سمير لو بالراحه بس عليا طيب على فكره ما فيش اصل موضوع هنا ما فيش اصل موضوع هنا في الادوار ماذا بعد الطلاق لا دي لسه بعد الفاصل بس انا بتكلم دلوقتي في اسباب الطلاق خلونا ما تفسحوناش طيب حضرتك انا بقوله لك ببساطه شديده انه احنا هنا ما بنتكلمش عن حق ولا مش حق كل الناس حقها تعمل اللي هي عايزاه بالظبط كده انا لا يمكن ان انا اسلب حد حقه انا بقوله لك انه الذكاء في استخدام الحق هل انا مراتي عشان بتشخر جنبي اطلقها هل انا مراتي علشان مش عارف بتقول لي مش عارف ايه ولا يعني الحاجات البسيطه بس هو ده اللي انا بقوله العلاقات باكج ماشي يعني انا دلوقتي مثلا انا متجوزه انسان معين لا ثواني انا اقول رايي بس اللي انا متجوزه انسان معين اوكي انا بحب فيه 80% من صفاته اكيد في 20% من صفاته هيكون مش بحبها تمام انا حابه ان انا اتمسك بيه عشان 10% من ال 80% دول ممكن تمام. يكون كل صفاته وحشه بس انا متمسكه بيه يبقى بقى ما جيش الهيفه ممكن يكون صفاته 100% حلوين بس انا مش متقبله من حقي اتجوزتيه ليه بقى اتجوزته لاي كان عاجبني في الاول وبعدين يعني ايه تخليص حق يعني ايه اللي اتجوزته معلش هو الراجل مش بيتجوز وبعد كده يجي بعد 3 سنين يقول اصل انا ما بقتش بحبها زي لا نيفر 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 الرجاله اخلص كائنات في الارض لا 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 كلام ده كلام ده ملوش لا 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 معلش يعني هو احنا بس هنسيب يعني ضرر الزوجه وضرر المطلقه الواقع المطلقه والنظره المجتمعيه ليها ونمسك شويه في الصغار اللي هم الثمره بتاعت الزواج ماشي الضرر المجتمعي للطفل اللي هو في يوم من الايام هيبقى مجتمع كامل. طيب هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نشوف ما بعد الخلع والطلاق ايوه ونستقبل كمان اتصالاتكم الهاتفيه مش مشاركاتكم اتصالاتكم الهاتفيه طلع لكم اهلا بحضراتكم رجعنا بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا و ركزوا معايا شويه كده الحوار احنا الهدف منه مش ان احنا نبين ان احنا قد ايه مختلفين هو الهدف من الحوار ان احنا نصل الى قناعه انه ايه اللي ممكن يجبرنا على ان احنا نهد البيت او نفشكل الاسره ايه اللي يخلي الست في النهايه تحمل لقب مطلقه وهي اكيد مش راضيه بده ده رقم واحد ضيوفي الاعزاء في القسم الاول او في النص الاول من الحوار كل واحد يتكلم من وجهه نظره عن الاسباب التي قد تدفع الزوجه الى طلب الطلاق او الى طلب الخلع وطبعا في بعض الناس ممكن يقولوا لا انا مع سوزان انا مع دينا انا مع جمهوريه انا مع كذا على فكره ده طبيعي لانه في النهايه صوابعنا مش زي بعضها وده واحد من اسباب فكره التعدد مش تعدد الزواج تعدد الاختلافات بتاعه اللي موجوده جوه الاسره استاذه جمهوريه اضطرينا ان احنا نصل للطلاق كلميني عن شعور المطلقه وطريقه حياه المطلقه وصوره المطلقه في المجتمع
اولا لو كانت ليها اهل ومقتدرين ماديا فمش هتبقى يعني متضايقه قوي او هتبقى حاسه ان في فراغ كبير، وهتقدر تربي اذا كان معاها اولاد تربي اولادها وهتعيش معاهم وتبتدي حياتها من جديد، ترجع لشغلها او تعمل حاجه بتحبها او ترجع لدراستها او اي حاجه من اللي هي كانت بتحبها وتكمل حياتها. كويس. حتى لو حد تاني تقدم لها ممكن انها تكمل حياتها مع حد تاني وهتستأنف حياتها من جديد. لكن لو كانت بقى اللي بتطلق تبقى عايزه تتجوز تاني؟ ممكن ليه لا، لانه ممكن ما وفقتش لعدم قدرتها على التجربه التعايش. التجربه ما بتبقاش قاسيه لدرجه تقول لك لا انا مش عايزه اكرر الماساه اللي انا كنت فيها دي. لكل قاعده شواذ اكيد، لكن في الغالب ان هي برضو عايزه تستأنف حياتها اذا كانت في سن صغير، عايزه تعيش حياتها مش هتبقى مثلا عندها. على فكره حضرتك في الاحصائيه اللي ذكرتها في بدايه الفقره ان الجهاز المركزي للمحاسبات لما طلع الاحصائيه بتاعته والارقام المرعبه بتاعته قال في 4 مليون في منهم 900,000 في الخمس سنوات الأخيرة في الزواج الحديث. يعني اللي هم ما كملوش خمس سنين، لما تقسم ال 900,000 على خمس سنوات يطلع 200,000 زوجة حديثة ما كملتش خمس سنين مطلقة، يعني عندها 20 22. صحيح. 25 سنة ازاي يعني هتقضي على نفسها من اول 25 سنه وخلاص على كده؟ طبعا لا. ده لا بس ده الطلاق اللي بيسموه الطلاق المبكر ده، يعني ده ظاهره شويه ممكن نتكلم عنه لوحده غير الطلاق العادي، لان الطلاق المبكر ده انا في رايي اسبابه كمان مختلفه، وهي أكيد. فكره عدم جاهزيه الولد والبنت لفكره الجواز وعدم التوعيه وكمان صغر السن، عدم تحمل. لا هي مش صغر السن، ما احنا انت زمان كان حاجات كتير جدا، زمان البنت كانت بتتجوز 15 16 سنه والولد بيتجوز 19 سنه. الوقت اللي فات غير الوقت اللي احنا فيه يا استاذه، وانا قصدي ظروف العصر ده غير العصر. استاذتي ابهاتنا واجدادنا كانوا بيتجوزوا صغيرين وجوازاتهم كانت بتكمل، بس كان الوعي والثقافه وفكره ان الولد وهو داخل الجواز عارف يعني ايه زوج، وعارف يعني ايه هيبقى اب وبيبقى مسؤوليات، والمعيشه كانت بسيطه، والبنت كانت عارفه يعني ايه زوجه. أيوة. وهتبقى ام في المجتمع هنا دلوقتي مختلفه مع مفاهيم الزوج. الزواج عند الولد والبنت اختلفوا، الولد دلوقتي بيدور على مزه انا اسف يعني، والبنت بتدور على ولد روش. مش بتدور على راجل، بتدور على محفظه، بتدور على محفظه غالبا يعني، او حتى ولد روش يبقى واد فانكي وبتاع وسكس باكس. لا لا بتدور على الدعم المادي، الدعم المادي يا ستي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها على اطلاقه. لا مش على الاطلاق، بس مفيش غالبيه، في ناس بتدور على الفلوس، وفي ناس بتدور على الروشنه، وفي ناس بتدور على السكس باكس بتوع مش عارف ايه، وفي ناس بتدور على قرب الساحل ومحتاجه استقرار. كل ربنا خلقنا كده عشان نبقى متنوعين كده، ما اقدرش اقول الراجل بيفكر كذا لانه هجيب لك 1000 راجل بيفكروا عكس اللي انت بتقوليه. فهي القصه انه لازم نبقى فاهمين ان التنوع ده اساس حياتنا، التنوع والاختلاف. في ستات تانية بقى يعني في اسره هي خرجت مش ما عندهاش وظيفه، ما عندهاش مهنه، ما عندهاش حاجه، فعلا ممكن الاسره دي تتشرد، الاطفال يبقوا في الشارع، ممكن الاب ما ينفقش، ممكن الاهل يرجعوها ويجبروها على انها ترجع تعيش مع جوزها تاني. ظروف كتيره فعلا، شعور الست المطلقه بيبقى مضاعف بالقهر، بيبقى مضاعف بالحزن، بالاستياء من الواقع. طيب. هي كانت بتبقى تتمنى حياه غير كده، وفعلا في حد بيقدر يتغلب على الظروف دي، وفي بيضيعوا فريسه للظروف دي، وهي ممكن تنحرف. هاخد راي الاستاذ سوزان، بس هاخد تليفون الاول. مين معانا يا عادل؟ الاستاذه ام مدام كريمه، اتفضلي يا مدام كريمه. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ اتفضلي يا فندم. انت والله يعني انسان كويس جدا يا استاذ تامر، انا بحبك جدا. ربنا يعزك. كلامك عاجبني جدا. ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي. جدا جدا. انا دلوقتي هما بيظلموا الراجل. انا ابني متجوز ومعاه ولدين. اه. مراته يعني هو دكتور وهي دكتوره، يعني ناس مش لا الاثنين دكاتره. كويس. هي عايزه فلوس وبس. وعملت خلع وكل طلباتها كانت مجابه، وانسانه يعني ما اعرفش اقول لك ايه، عملت خلع عليه رغم اللي هي عايزاه كله خدته، وحرماني انا جدتي الولاد الولدين حرماني منهم من شهر 5. جده محرومه من. طب معلش يا استاذه كريمه، يعني طبعا انا مقدر شهر 5 اللي بيتكلموا دول. طب يا حبيبتي يا حبيبتي بالراحه بالراحه بس بالراحه يا مدام كريمه، انا متاكد من شعورك ومعاناتك، وان شاء الله ان شاء الله تشوفي احفادك قريب. بس هو ايه سبب الخلع؟ انت بتقولي ان ابنك كان بيستجيب لكل الطلبات. انا عايز اعملها راي عام، عايز اعمل شكوتي ده راي. ايوه ايه السبب اللي خلى يعني مرات ابنك تطلب الطلاق؟ يعني نفسي اكلمك واقول لك المشكله.
يعني في حاجة عايزة فلوس وبس. تمام. ويعني مستفزات كل حاجة والآخر عملت خلع. طب خلع يديله الحاجة بتاعته، ما اديتلوش حاجة. والولدين مش عايزين أشوفهم. ما يتكلموش، يتكلموا الحق بقى، يتكلموا في ستات كويسه، في رجاله كويسه، في رجاله صح. مظلومه صح، وعايزه تشوف اولادها، وانا عايزه اشوف حفيدي الاثنين، واحد حقك يا امي حقك، واحد عنده 5 سنين تم 6 سنين، والتاني اتولد ما شفتوش تم السنه شهر 2. طيب. ما شفتوش خالص. طيب ممكن يا مدام كريمه، لو سمحتي سيبيلي تليفونك في الكنترول روم، وربنا يقدرنا نتواصل مع حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه، ونشوف لو نقدر نتداخل يعني نحل المشكله، انه يعني انا عارف ان ابسط حقوقك ان انت تشوفي احفادك وتاخديهم في حضنك يعني. بس اللي قالته الاستاذه كريمه ده يعني مصداقا اللي احنا كنا بنقوله هنا، انه مفيش حاجه اسمها التعميم، مفيش حاجه اسمها الاطلاق بتاع بيقولوا كذا. في راجل كويس وفي ست كويسه، وفي بين الرجاله 500 توجه وفكره، وبين الستات. بس معلش احنا سمعنا من طرف واحد، طبعا ليها الاحترام طبعا ولمشاعرها. لا مقدرش، يا استاذ، بس احنا سمعنا من طرف واحد. بصي مقدرش مع الجده والشعور الجده طبعا. ما هي ما تعرفش اللي بيحصل ما بينهم هما الاثنين، وهي ما لهاش علاقه. بس هو برده مش منطقي ان ست كانت ما عندهاش اي مشكله وراحت عملت خلع منها لنفسها. عموما ليها الحق، لازم نسمع الطرفين في طلب الرؤيه اصلا في محكمه الاسره، هي الجده الاب. بس ده مش صح. انت عارفه موضوع الخلع بقى، انت عارفه موضوع الرؤيه كمان يا استاذ زوزان، موضوع الرؤيه ده كارثه، والله مش هينفذ. هو في عوار في قانون الاسره، لا هو ينفذ ولا بتنفذ. موضوع الرؤيه ده معمول علشان تطليع عين الناس. في حاجه في الدنيا، في حاجه. لا مش الاطفال، يعني اجيبه انا في الشتاء واخليه يروح الطفل، والام والام. لا على فكره ثلاثه، انا بقول لك الشتاء، في عز الشتاء عشان اجيب طفل ومامته. ما ينفعش، اساسا اشوف ابني ولا بنتي والاستضافه اللي مركز شرطة ولا حتى في جنينه ومعايا عسكري، ويبص مع اقعد معاه ساعه ولا ساعتين. معلش في نقطه كمان يا استاذ تامر، لا في نقطه كمان، حق الام اللي هي مش موجود معاها ابنائها ان هي تستضيف ابنائها، والعكس صحيح، الاطفال اللي موجودين مع الام والاب مش عارف يشوفهم من حقه يبقى في استضافه مع وجود ضمانات. بس معلش في موضوع الرؤيه، في حلقه كده للاستضافه. حاضر. في نقطه في موضوع الرؤيه، بس ان اوقات كتير بيبقى راجل مش راضي يصرف على ابنه وفي نفس الوقت بيطلب يشوفه، فمعلش اكله وبعدين شوفه. لا لا دي مش مقابل، دي ابدا. لا يعني لا انا لا لا انا غلط أبداً. غلط ثانيه واحده، غلط ازاي يعني؟ غلط. هو مش عايز يصرف على ابنه، مش عايز يدي لابنه نفقه، يطلب يشوفه ولا يطلب ولا يشوف طلبات ابنه يا دكتور؟ يشوف طلبات ابنه الاول ويكفي ابنه ويدفع له مصاريف مدارسه وبعدين يطلب يشوفه، لان هو اكيد هيتوازى ده مع ده. يعني هو لو بيصرف على ابنه العكس. الام مش هتعمل كده. الحقوق ما بتتجزاش يا استاذه. ما هو حق الاكل وحق المعيشه اهم من حق الرؤيه. لا مفيش حاجه اسمها كده. ازاي يا استاذ؟ ترتيب الحقوق ده مش انت اللي بتحطيه. يعني انا ابقى سايب ابني جعان ومش عارف عنه حاجه واطلب اشوفه؟ مش انت اللي بتحطيه. تجزئه الحقوق هو حق متكامل، بس انت كله متوازي. ادواري اعملها كامله وحقوقه ياخدها كامله، لكن ما فيش حاجه اسمها تعمل دي الاول عشان تشوفها. لا تبقى حقوقي متوازيه، مش عارفه تبقى حقوقي متوازيه. إيه؟ يعني هي مش عارفه تاخد حقوقها ولا هو. عشان كده انا قلت لك ان اللجوء للقانون هو الحل، بس القانون الحالي مدمر للكل. واكبر حد بيدفع ثمن ضد المراه يا استاذ تامر، ضد المطلقه النهارده عايز تاخد حقها وحق ابنائها. القضاء النهارده عندك بيحكم ب 300 و400 جنيه، 300 و400 جنيه ما بيكفوش اطفال. على فكره انا قلت اهو ان القانون ظالم. جميل. انا ما افتحش، هو القانون ظالم للكل. لا مش القانون ظالم، انا خليش اقولش القانون، خلينا نقول ان الساده القضاء الافاضل تنفيذ لما القانون بيقدروا. لا هنا نتكلم معلش يا استاذ سيدي، هو مش بيتوازى مع الحل الاقتصادي الموجوده في مصر. دي واحد. ليه بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ما تقولوش بناء على الدخل. بنجيب له تحري. انا بقول لحضرتك يا استاذه، انا بقول لحضرتك بناء على ايه؟ هو القاضي قاصد يظلمك؟ لا مش قاصد، هي فكره ان هو القاضي بيحكم بورق. مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها. القاضي بيحكم بورق يا لا 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 ما بيحكمش. القاضي بيحكم بورق. الورق والتلاعب في الورق سهل، التلاعب في الورق سهل. التحري ده ما هو ممكن يكون مش مثبت. لا مثبت يا فندم، نجيب له ورق سليم. التحري في الورق سهل. القاضي في النهايه، بشر. عايزين مناقشه كده فعاله. هدفه يا استاذه والله العظيم وحياه ربنا اللي احنا بنقوله ده مناقشه فعاله، انت ليه كل ما نتكلم تقولي مش فعاله؟ لا بس يا استاذ سامر، اصله احنا كده بنتكلم عن شكليه القانون. لا تلاعب في الورق، مفيش تلاعب ورق قدام قضي. يا استاذه في تلاعب في كل حاجه، وفي فساد في كل حاجه، وفي ظلم لكل الناس. فارجوكي بلاش الاحكام المسبقه، انتوا كلكم يا اما اللي انا بقوله صح يا اما الباقي غلط. مفيش حاجه اسمها كده والله، مفيش حاجه اسمها كده.
كل يؤخذ منه ويرد، رايي ممكن يطلع غلط وراي حضرتك صح وكذا، مش معنى ان احنا بنتكلم في نقطه غير النقطه. ما نعملش حد ادنى، انا معاك، انا هسلم ان كلامك صحيح. جميل، انا اخر مره هستضيف مجموعه ستات مع بعض في حياتي. مجموعه النهارده بتعرض مشكله تخص الستات يا استاذه. انا بس هديكوا فرصه تتكلموا زي ما انتم عايزين. انا كل اللي بطلبه ان ما حدش يقول ان الصح كده وبس. لا مش لا صح. بس ده اللي انا بقوله. فانا مش عايز اقيم، لا الاستاذه تقول ان النقطه دي فعاله ولا مش فعاله، لان اللي حضرتك شايفاه مش فعال خارب بيت اسر. تمام، وهو ده مربط حياتهم ومربط اهتمامهم، فما ينفعش انا اللي احكم على الناس. بس ده اللي انا بقوله، احنا مش بنحكم. فانا لما اقول بتكلم في نقطه مع الاستاذه، تقييم حضرتك انها فعاله ولا مش فعاله مع كامل احترامي. موضوع قانون الرؤيه يا ستي. قانون الرؤيه، ما احنا بنتكلم في ايه بقى؟ ربع ساعه. تمام، لا 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 مع حضرتك. طيب ناخد ام يوسف ونرجع. يا استاذ ام يوسف، كلها اتصالات. يا استاذ ام يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامر؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. والله حضرتك انت بتتكلم في موضوع يعني نقول من الازمات الكبيره جدا. تمام. دلوقتي المطلقه لما بتطلق لو هي معهاش وظيفه بتديها كده. صح. اولا مع القانون الجديد هتعمل ايه؟ المفروض ان يجيب حتى انه يجيب بس ويأكد ان ده الاتفاقات، حتى لو كان الطلاق باتفاق انا مسؤول ان انا اكلف واعمل واطلب على ابني واجيب له. مره والثانيه وانتهت، عشان حضرتك تجيبه بالقانون زي ما الاساتذه بيقولوا فعلا بالورق. هو اتجوز يعمل يسلم راسه ترفع عليه قضيه انه ما بتفرقش حاجه، عبال ما تجيب مرتبه حضرتك لو قطاع خاص هيجيب لك مرتبه ضعيف. الفلوس اللي هتدفعها للمحامي انا اولى بيها. انا دلوقتي سني كبير مثلا، سني قانون جديد، عندي ابني. اضمنه مستقبله ازاي؟ انا اقدم في بتاع الحكومه بقول لك لا السن. تمام. اقدم الزوج ده ازاي؟ حتى لو طلب الطلاق بالتراضي في زمن ان هو يصرف على ابنه. وفي الاخر يقول لك انت مش عايز اشوفه، ما بيسالش على ايه؟ كل ده هلزمه ازاي؟ الحكومه هتبقى معايا ازاي؟ اخد حق انا ازاي؟ لا عارفه اجيب سكن ولا عارفه استقر. سنه يجي صاحب الشقه يقول لك لا الايجار كذا، سنه ويزود الايجار مش عارفه وهنا بره، حضرتك هتجيب منين؟ الحكومه ما فيش سكن عشان ما فيش توافق سني، سني 54 سنه. حرام، ولا قادر اخد قرض، ان لو خدت قرض حضرتك هتسدد الايجار ولا تسدد القرض. تمام. ما فيش حد يراعي. وصلت يا استاذه، شكرا جزيلا. طيب اسمع رايك يا استاذه سوزان، قولي وجهه النظر اللي انت عايزه يعني تبلوريها للناس. انا رايي انه كنت صاحبه رساله بتقول ان القانون بين التشريع والتفعيل. احنا المشرع مدي الاسره حقها كويس جدا في كل القوانين، قوانيننا بنسبه كبيره فعاله، لكن المشكله ان قانون الاسره والاحوال الشخصيه في مصر قايم على الشكليه، انعدام النظر في الموضوع. الفروع، حضرتك بتتكلم عن قانون الرؤية، أنا ضد إن الابن ما يباتش في حضن أبوه. وضد برضه إن الابن يتربى بعيد عن والدته. تمام. أنا ضد، المجتمع كله ضد المطلقة. حضرتك لسه بتسأل سؤال، هي معقدة نفسياً ولا ممكن تتجوز تاني؟ لا هي ممكن، بس المجتمع والقانون منعها عشان إسقاط الحضانة. عشان ابنها هيروح لحد تاني. هي زوجة الأب هتبقى أحن. طيب حضرتك تتكلم زوجة الأب هتبقى هي يعني يعني يا إما الجدة لأم يا إما القانون هنا هيبقى شكلي الجدة لأم فهيبقى معايا، فممكن يعني يا إما يروح بقى لوالده إسقاط حضانة. طيب نتكلم في الأهم. ولقد وجدك يتيما فآوى مسكن الحضانة. حضرتك عارف يعني إيه الطفل يخير الصغير أو الصغيرة بعد سن 15 على المسكن اللي هو قاعد فيه؟ فلو اختار امه اللي هي مربياه اللي هي متطلقه وما اتجوزتش بسببه وي 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 يتعاقب انه يترمي في الشارع. فين المستحدث من القانون؟ يا استاذ تامر احنا ماشيين على قانون رقم 100 لسنه 85، احنا النهارده في 2017، قانون 85 يتزامن معانا دلوقتي؟ تمام. طيب ناخد الاستاذه الهام من المحله، اتفضلي يا استاذه الهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ سامر، انا جده.
ومحرومة من بنت ابني بقالي 6 شهور ما شفتهاش. أنا ابني دلوقتي كان متجوز واحدة عاش معاها 4 سنين، كانت متجوزة وهي عارفة دخله 3000 جنيه، ودلوقتي بتحكم عليه في ان هو دخله 15000 جنيه، مع انه دلوقتي مفصول من شغله وسافر 3 شهور ورجع، وهي وسافر ورجع وهي مشيت من البيت لوحدها كده، لها توجهات تانية احنا ما احنا في علامه استفهام على خروجها من البيت. ده طبعا ما يمنعهاش من انها تروح تعمل اللي هي عايزاه، تتجوز تتطلق، هي حره ما احناش هنقدر نمنحها. بس احنا لينا طبعا لينا الحق اننا وابني نشوف بنتنا، هو يشوف بنته وانا اشوف حفيدتي، وبنتنا ما تتحرمش من اهلها من عصابها من ما نقطعش سلسله الرحم، لان ده حرام. احنا ربينا البنت دي 3 سنين في حضننا، وبعد كده هي راحت عند امها وعند ابوها وعند اخواتها، واحنا اتحرمنا من البنت. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي يعني ده كان ايه ذنبنا يعني ان احنا نتحرم؟ طب انا عايز اسال سؤال بس، هي انا ما فهمتش، هما هي المثل بيقول اعز الوالد ولد الوالد. طيب يا استاذه احنا بنموت استاذه، هي بس انفصلت ولا اتطلقت؟ لا هي دلوقتي مفصوله وطالبه الطلاق لسبب احنا ما نعرفوش خالص خالص. يعني فيها علامه استفهام كبيره، حكم من يعني ومنعاكوا تشوفوا البنت، منعاكوا تشوفوا البنت، منعانا خالص ان احنا نشوف البنت. طالبه هي 2000 جنيه مع انه مرتبه كانت عايشه معاه وكان مرتبه 3000 جنيه، طالبه 2000 بالود كده، واحنا عرضنا 1000 جنيه بالود وعلينا كل مصاريف الدراسه وكل مصاريف العلاج وكل انا مش عارف هو عرض الفلوس ده يا استاذه بس بالراحه، عرض الفلوس ده قائم على ايه؟ هي لسه ما اتطلقتش، الفلوس دي مقابل ايه؟ عرضنا ودي ايه هو فلوس مقابل ايه؟ انها تعمل ايه؟ ودي يعني. مقابل ان احنا نشوف البنت، هي طالبه 2000 جنيه عشان تخليكم تشوفوا البنت؟ ايوه وانتوا عارضين 1000 وما حصلش طلاق. كلموش الست دي تاني يا استاذه. صحيح لا حول ولا قوه الا بالله، يعني في مساومه للدرجه دي بفلوس عشان خلينا نقول ان احنا لو دخلوا المشاكل دي في محكمه الاسره، في حاجه اسمها لجنه تسويه اللي هو متكونه من اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، يبقى ولجنه التوفيق للاسف دي برده ما بتقومش بدورها النهائي. صحيح. طب خلونا ناخد اول صوت رجالي تمام معانا، ممكن نسمع كلام مختلف. ايه حتى الراجل الوقع ماشي، التليفون وقع، سركوا باتع، بسم الله ما شاء الله. عايزين نوجه رسائل واحنا موجودين. نمره 1 لوزاره العدل متمثله في الساده القضاء، محتاجين في تحديد النفقات للصغار، ان يبقى يراعوا النسبه والتناسب ما بين غلاء الاسعار، يبقى في حد ادنى للنفقات مراعاه بتتناسب برضو مع التحريات اللي احنا بنجيبها. التنفيذ، الجهاز الشرطي طول الوقت ما معانا احكام لكن للاسف مش عارفين ننفذهم، فاحنا بنقول يعني خليكم ابهات وتعاملوا مع الموقف ان دول ابنائكم، واحنا بنعمل ده مش تعنت من النساء ولكن علشان حق الابناء. كمان لجنة التسوية اللي موجودة في محكمة الأسرة بنناشدهم طول الوقت ان يبقى لازم في توفيق عشان ما نخشش المحكمة وقضاء ومنازعات، والأب يتحرم من رؤية أبنائه والأم تتحرم من رؤية طيب أبنائها. طيب خليني آخد التليفون ده وأرجع لدينا أسألها بقى، أنتوا عايزين راجل أساسا ليه في حياتكم؟ مدام ناهد من اسكندرية، اتفضلي يا أستاذة ناهد. أستاذة ناهد 12 وكانت كابت ولد. ايه لا لا ما لحقتش اقول الكلام معلش من الاول تاني يا استاذه ناه. بقول لحضرتك بنتي مطلقه أيوة. 2012 وهي قاعده في الامارات وكان جوزها معاها في الامارات اللي هو طليقها دلوقتي تمام. وبعدين دلوقتي هي عامل لها اسقاط حضانه في قضيه حاليا في اسكندريه، لان هو عمل رؤيه وهي ما ورتوش قال الولد، مع ان في حين الولد قاعد معاها في الامارات، وفي نفس الوقت هي عامل له منع السفر من الامارات الا بامر كتابي منه هو، وهو كان هنا في اسكندريه ودلوقتي حاليا هو في قطر وفي نفس الوقت بيعمل قضيه ان هو يسقط حقها، مع ان هي لا تزوجت وقاعده بتربي الولد ولا خدت نفقه للولد، وكل حقوقها ما خدتش منها ولا حاجه تمام، لانها حصلت على الطلاق وقاعده منقطعه للولد في الامارات بتربيه، دخلته الحضانه الاول طبعا، ودلوقتي هو الولد في المدرسه. فبيطالب بنزوله اسكندريه واسقاط الحضانه منها ومني انا ككده للولد. طيب شكرا جزيلا يا استاذ. استاذه سهير
استاذ محمد. طيب استاذ محمد، يا استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامه بقى. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ استسمح سعادتك بس ما حدش يقطع عليا والاساتذه ما يقطعليش الكلام. انت هتشوط جامد ولا ايه؟ بصراحه يلا بينا. طيب بص يا استاذ كامل، القانون اللي موجود اللي هم دلوقتي بيتكلموا عليه ده، انا هقول لحضرتك حاجه صغيره وبعد ما اقفل يردوا. تمام. انا بنتي عندها 22 سنه ما خدتهاش يوم في حضني بسبب قانون الاحوال الشخصيه. الاستاذه اللي بتقول يدفع عشان يشوف، حاولت ادفع واصرف وجريت وقعدت، انا قعدت في الصيف وفي الشتاء واسيب شغلي وفي عيد الحر واروح لاطلتي عشان قاطر اعمل رؤيه، والبنت ما بتجيش، والقانون ما بيديش الحق في الكلام ده. لما بقعد في رؤيه يا استاذ كامل ويجي بنتي دخلالي عروسه ومعاها واحد انا ما اعرفوش، اعمل لها حاجه. لما بنتي عملت 15 سنه امتنعوا عن مجيئها بالرؤيه، انا اروح اوقف بنتي في المحكمه علشان تتخير بيني وبين امها عشان تقول في الاخر انها لا، ده انا مش رافضه، مش عايز الراجل ده، ورافضه ان انا اشوفه. اوقف بنتي قدامي في المحكمه عشان تقول هذا الكلام بعد ما اتسلمت 15 سنه ودلوقتي عندها 22 سنه ما خدتهاش مره في حضني، ده يبقى ما يرضيش ربنا ولا يرضي القوانين. والاساتذه اللي موجوده مع سعادتك مش عايشه معانا في مصر. لا يا فندم، عايشه، احنا معاك، احنا قلنا بنطالب قانون استضافه التطبيق. سيبوا الراجل يقول اللي هو عاوزه، هيقفله بعدين. احنا معاك كله علشان نشوف. لا ربنا ما قالش كده. تمام، خلصت يا استاذ محمد؟ خلصت يا استاذ كامل. انا برضه شويه وتراعي في الناس اللي زي حالاتي اللي هي ما خدتش بنتها في حضنها بقالها 22 سنه. انا عارف، انا عارف، ده شعور، ده شعور جامعه يا استاذ كامل، ده شعور قاتل. انا عارف والله، ده شعور قاتل. 2010 ما لمحتهاش بعين. خلاص يا استاذنا، خلاص خلاص والله. انا يعني شويتين الواحد لما بيغيب عن ولاده يوم ولا يومين بيبقى هيتجنن. ما بالكم ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده. مش كل المدافع اللي بيطلع على طول ده بالراحه بالراحه. كنت بقول ايه؟ انا مش نسيت. استاذ سمير، اتفضل يا استاذ سمير. ده هو في تاني. الو، مساء الخير استاذ سامر. اتفضل يا فندم. مساء النور. انا اول مره اعمل مداخله في حياتي يا ماما. اهلا. انا والد بنت. ايوه. ومتجوزه بقالها 4 سنين. تمام. ومن ساعه ما اتجوزت مشاكل وبتاع. بص، هو موضوع الجواز في الايام دي الشباب والبنات ما فيش حاجه مطلقه، مش عارفين يعني ايه جواز. احسنت. وللاسف الاجيال الجديده للاسف الشديد ما فيش كبير. ما فيش كبير. صح. وبعدين موضوع القانون والكلام اللي احنا بنتكلم فيه والرؤيه والكلام الفاضي ده، كل ده كلام فاضي لسبب ان كلها حالات مختلفه. صح. يعني انا هحكي لك على حاله بتاعتي ويشهد الله عليا. اتفضل يا فندم. اتجوزوا وخلفوا بنوته زي القمر وحاجه تشرح القلب وبتاع. الولد سيء الخلق من الاول، بيشتم والفاظ قذره في البيوت وبتاع. احنا مش كده، وعدى مع اهله وبتاع، يا ابني بلاش علشان ما تردش، هيجي بره ترد، هيجي بره، ومشاكل وبتاع. النهايه يعني عشان ما اطولش عليك، اتفضل. غير كلون الشقه وببصرف شويه مليب خلال 4 سنين، ما جابش لا لعبه ولا جنس حاجه، واقسم بالله ورفعنا قضايا، وبيشوف بنت كل اسبوع عشان حق ربنا وعشان حق البنت. فما فيش حاجه مطلقه في الكلام ده. كل القوانين وكل المناقشات والكلام ده، في رجاله عايزه وفي ستات عايزه الله يفتح عليك والله العظيم. هي فعلا كلها مختلفه. هي كلمه السر الأهق. والله العظيم هي فعلا رجالة وستات عايزين. طب ترجم. طيب لا هي خلاص. طب احنا عايزين نقول حاجه. طيب. بقى لو ثانيه واحده بس عشان ما والنبي عشان ما تاكلنيش بس استنوا ثانيه واحده. ثانيه واحده. لو احنا عملنا العكس على فكره. ثانيه واحده يا استاذه. ثانيه واحده يا استاذه. ما تخلينيش بقى اطلع العرق التركي عليك. هنرد. طيب انا هقول ان الازمه ازمه اخلاق يا استاذ تامر. الازمه ازمه اخلاق بجد. واحنا في حاله كده يمكن هتكون في النص من اللي احنا بنتكلم عن الطلاق
واللي بعده. احنا بنتكلم بقى عن الزوج المعلق والزوجه المعلقه. هنطبق عليهم القانون ازاي في الرؤيه وفي النفقه وي وي وي. ادي واحد، ما هو ده بيؤدي للطلاق برضه حضرتك. يعني في اب بيقعد 3 4 سنين او زي الحاله اللي كانت معانا، ما شافش بنته غير وهي داخله بعريسها او خطيبها او وات ايفر. طب ما هي ده معلق، ما هو راجل مظلوم. انا مع الراجل في ده. في خلع بيترفع على راجل بيبقى الراجل مظلوم. هو يعني الجزء اللي انا متفق معاكي فيه فكره الاخلاق، بس هي الحقيقه يعني ان فكره الاخلاق دي ما ينفعش نرتكن اليها. يعني القانون اتعمل علشان الضمير لما ينام، لان لو احنا قلنا الناس تمشي بضمائرها وباخلاقها، ما ان ده المفروض والصح، وان الاديان السماويه كلها نزلت علشان فكره الاخلاق واتمام مكارم الاخلاق. لكن القوانين وضعت علشان الناس بضميرها تنام، للناس اللي تكسر الاخلاق وتكسر القاعده. فتخيلوا لما ابقى انا مشكلتي ان انا الجا للقانون عشان اخد حقي، فالقانون هو اللي يضيع لي حقي. بالظبط. عشان كده لما بقول لكم ان القانون مفسده ومفسده على الاثنين. بالظبط. ولو جبت لك الاف الحالات هنا والاف الحالات هنا هتحتاري تتعاطفي مع مين؟ ما هي مفسده بعد سواء انت ست او راجل. بالظبط. بعد انتهاء سن الحضانه هي زي سواء انت ست او راجل هتحتاري تتعاطفي مع مين؟ احنا سمعنا دلوقتي 7 8 حالات. الحل ايه يا استاذ تامر؟ الحل مصلحه الابناء هي الاول. لا مفيش حاجه اسمها يا دينا معلش انا عايز ارد على نقطه بس على بالراحه بس مع بعض بالراحه. الاتصال الاولاني طيب بالراحه بيقول ايه؟ بالراحه. انت سمعتي 7 8 حالات. كويس؟ والحمد لله ان 7 8 حالات ربنا يعني خلاهم متنوعين. ان عندك جده محرومه. وعندك اب محروم. وعندك ام محرومه. وعندك بنت وام ولد. يعني في النهايه هتيجي تشوفي مصلحه الابناء هتظلمي طرف. هتشوفي مصلحه مش مهم الطرف اللي يتظلم، المهم الاولاد ما يتظلموش. ما ينفعش. هقول لحضرتك علشان الاولاد، اصل انت في النهايه عايزه توصلي للنتيجه صح؟ ان الاولاد بس انا هقول لحضرتك بالراحه بس الحوار بالراحه. هي لو راحت اتجوزت هيتظلموا ويروحوا عند انت عايزه توصلي للنتيجه. انا عايزه اوصل لايه؟ دلوقتي الاستاذ بيقول النتيجه الاولاد. الاستاذ بيسطح الكلام جدا، بيقول لك ايه؟ الاستاذه بتقول ادفع عشان تشوف. لا معلش، هو انت مش بتدفع، انت بتقوم بواجبك، بتقوم بدورك. لا 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 الاستاذ بيقول كده في الاتصال. لا 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 محدش قال كده. هو بيقول ادفع عشان يشوف على فكره المقايضه محدش قال كده. لا 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 هو انت عامله زي العود الكبريت كده بيولع مش عارف اول الناس. الراجل بيقول لك مقايضة على فكرة الست اللي بتقول له اديني 2000 جنيه عشان اوريك. لا لا دي كانت حالة ودي كانت حالة. هو ده اللي بيتكلم عليه. اللي كان بيقول اللي هو بنته ما شافهاش بقاله 22 سنة. ايوه. بيقول ان هو ما بيشوفهاش. هو كان بيتكلم على فكرة تدفع ومش تدفع، دي على فكرة المقايضة اللي بتقول لها. بس عشان ما نجيش برضه على الست ان هي حارمة الراجل ان هي ان البنت ما تشوفش ابوها. هو لو كان حنين وبروح لها البنت هتروح لوحدها. وعمل حتة الألفة كانت هي عندها 15 سنة و12 سنة هتروح. انا اعرف بنات كتير وولاد كتير بيروحوا لأمهاتهم والأبهاتهم. 22 سنة دخل الجامعة يعني تعرف تروح له، تعرف تدور عليه يعني. انا اعرف ولد اتحرم من ايه عشان بالراحه بس بالراحه خلينا بالراحه ارد عليكي مش بنتكلم. لا خلينا نسر كله ونرد على بعض. لا لا نرد على بعض. هو بأمارت ايه يعني دلوقتي حضرتك البنت معاكي كويس وانا بوديها المدرسه وبجيبها المدرسه دخلتها الجامعه وجبتها من الجامعه، ما هي النهارده بقت 21 سنه يعني ان هي قادره ان هي ومنعاها ومنعاها. انا دلوقتي مفيش حد بيتمنى يا استاذ. لا 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 في مفيش حد بيتمنى. لا 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 22 سنه دي هي لا في سن في سن هتقدر ان هي تروح لباباها من غير ما هو تعرفها. سنه تقدر تفتح بيت تقدر تفتح. ممكن اسالك سؤال؟ تمام. انهي واحده بعد 22 سنه وهي بتتحقن كره 22 سنه تبقى عايزه تشوف ابوها ولا تشوف حتى ظل؟ احنا عندنا حالات في المكتب. لا لا لو الاب بيروح لا فعلا المدرسه وبيحاول يعمل علاقه عاطفيه مع بنته يا بنتي يا حبيبتي يا العكس كمان. انا بتكلم دلوقتي على الست والراجل الولاد اللي مع رجاله في رجاله ظلمه ما بيخلوش الست مش تحاول تعمل علاقه عاطفيه ولا رفع السماعه حتى مش موجود. بالظبط. والعكس صحيح. بس الاولاد بيجي عليهم سن بيعقلوا وبيفهموا. يعقلوا مين؟ انا لما كنا انا كنا ولد ولا بنت عندي 20 سنه ما شفتش ابويا وطول الوقت امي. انا اعرف واحد ابنه برضه هو عنده 21 سنه. انا حالات كده. ده واحد. الام قررت الام قررت الاولاد. لو عرفت تجيبي لي 5 من دول هديكي الفلوس اللي انت عايزاها. لا يا دكتور لا هنجيب لك انا عندي حاجتين. انا عايز 5 خلاص. هو على فكره انا عايز 5 استاذ تامر. خلاص هاتيهم. استاذ تامر على فكره الحلول بيكون مين؟ بنتكلم في الحلول. الاستاذ محمد مطروح. الله اتفضل يا استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره يا استاذ تامر مساء الخير. مساء الفل. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك وبشكر ضيوفك والله يكون في عونك. بصراحه الواحد ما بيقدرش يتناقش مع واحده ست حضرتك ما بالك باربعه. والله والله ربنا يكون في عونك. ربنا يعزك. انا هتكلم على مشكله واحد صاحبي. الراجل يعني ربنا ابتلاه بمرض وجاله فشل كلوي في اثناء مرضه. زوجته سابته وراحت بيت اهلها. وحصل انفصال جوزتي
واتفق على كل حاجة ان هو هيشوف الولد وهيشوف ابنه مفيش اي مشاكل في اي حاجة. كويس. وفوجئ بعد كده ان هي رفع عليه قضية عشان مصاريف المدرسة بتجبره يدفع مصاريف مدرسة 3000 جنيه في حين ان هو راجل مدرس ودخله 1200 جنيه. طب وهي جابت يعني ولا ايه؟ وهي جابت ال هو مش كان بيدفع قبل ما يعني وهي جابت الالزام ده ب 3000 جنيه منين؟ ده حكم محكمه ولا طلبها؟ مدرسه استاذ تامر جابت اطالات المدرسه ان هي دفعت فلوس المدرسه. اه يعني هي دخلته مدرسه مصاريفها 3000 جنيه في حين ان هو دخله كمدرس 1500. هو الولد اكيد في المدرسه اصلا المفروض ينزل يشتغل عشان يوفر حياه امنه لابنه. طب هو قبل ما يصاب الزوج والولد كان في مدرسه فعلا ولا ما كانش في مدرسه؟ في المدرسه دي لا كان طفل صغير. ثانيه واحده يا استاذ محمد جاوبوا انتوا بنيابه عن استاذ محمد يعني اتفضلي روحي سافري مطروح وجاوبي عليه. ها يا استاذ محمد ما ينفعش نسمع من استاذ محمد عشان يسمع هو حر هو حر دافع فلوس تليفونه استاذ محمد ده يقول اللي هو عاوزه. اتفضل يا استاذ محمد. لا حول ولا قوه قولي يا استاذ محمد. يا فندم برنامج راي عام وكل واحد له واللي انت عاوزه اللي تشدد لك انا هقف له قول بس. ها الولد كان في مدرسه قبل ما يعي الولد ولا لا الراجل؟ قبل ما يعي كان طفل صغير. هي المدرسه بعد ما عي بعد ما تعب الراجل. اه يعني سن المدرسه جه سامعيني يا هوانم سن المدرسه جه وهو عيان ده للجنب اليمين على فكره الشمال رجع سن المدرسه جه وهو عيان بعد ما زوجته سابته بالظبط. فهي بقى قررت تدخله مدرسه مصاريفها 3000 جنيه في حين انها عارفه ان دخل جوزها 1200 جنيه. بالظبط كده. الحمد لله. هل لديك اقوال اخرى؟ ومنهم اتفاق ورفع الرجاله عشان تفرق معانا في البدايه تفرق معانا فشل كلوي بعيد عنك. ربنا يشفي يا رب. ربنا يشفي الجميع. يا استاذ شحاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا. بحضرتك يا فندم. احنا عايزين نعيد حساباتنا بالنسبه للجواز في مصر خالص بالنسبه للستات. اي أيوة والله اي أيوة والله صح. نعمل ايه؟ اه والله انا كنت متجوز واحده من سنه 96 وكنت مخلف بنت والبنت جالها ضمور داخلي في المخ وكده. ربنا يشفي. لا ده ماتت الله يرحمها رحمه الله عليها. ماتت وهي عندها 3 اشهر. بس احنا بنتكلم على حكايه الحضانه مش الحضانه. رمتها وفكرت في الفلوس. ثانية واحدة ثانية واحدة بس عشان الخط كان بيقطع يا استاذ شحاتة الخط كان بيقطع بس اللي حضرتك قلته مظبوط كده زي ما انا فهمته ان هو ربنا رزقكم بنت كان عندها ضمور في المخ والعضلات وامها زي ما انت بتقول بعد 3 سنين سابتها بعد 3 اشهر بعد 3 اشهر بعد 3 اشهر سابتها وحضرتك اللي توليت رعايتها لحد ما توفاها الله. توليت العيله البنت لحد 16 سنه. احنا بنتكلم بقى على الحضانه بقى، فين الحضانه هنا بالنسبه للست؟ ولو كانت واحنا كمان انا مش ممانع ان الاولاد ممكن يكونوا مع امهم في حاله واحده، اذا كانت الام صالحه وكويسه تقدر تربيهم، ما في رجاله كتير جدا ممكن بيشربوا مخدرات، يشربوا ده، يشربوا ده، بيمشوا في مشي مش كويس. يبقى كده خساره ان العيال يبقوا معاهم وممكن تقول الام والله ده كلام عاقل ولكن هنا في نقطه مهمه فين بقى محكمه الاسره النقطه دي لازم تفكر تشوف اذا كانت الام تستاهل ان الاولاد يبقى معاها او الاب يستاهل ان الاولاد معاها. تمام ما ينفعش الكلام ده. انا بشكرك يا استاذ شحاته والله كلام عاقل ومنطقي ومتهيألي ان هو محايد يعني قال ان الام لو صالحه وعاقله بتصغري لي ليه فيس في ايه معيار الصالحه او مش صالحه؟ المعيار بيبقى عامل ازاي؟ الاكسبيري ديت معروف ان الصالحه بتخلص امتى؟ الصالحه دي اصلا بتختلف يعني من شخص للاخر نسبي حضرتك يعني. نعم مين ليه حق يقيم؟ مين ليه حق يقيم؟ ما هو قال المحكمه ما هي اي زوج وزوجه متخانقين هي هتقول عليه كل حاجه وحشه وهو هيقول عليها كل حاجه وحشه. بالنسبه المعيار ايه؟ للحضانه عشان بس النقطه دي مهمه جدا. المعيار ايه؟ انا اقول ان هو صالح او هو يقول ان انا صالحه بناء على ايه؟ هو قال المحكمه على فكره الراجل قال بالظبط. هو عايزين نعمل على فكره الاستاذ كان محايد جدا والله انت عايز تقول ايه؟ انت بتدافع عن اي راجل على فكره. انا اعاده ترتيب لنقل الحضانه تاني يا استاذ حاضر قول. هو القانون مش عايز تعديل، القانون عايز تغيير. المظلمه واقعه على الراجل والست مش على الست بس. مظبوط. هنرجع تاني لفكره البرنامج من الاول التنوع. بدليل انه في عوار ويمكن احنا قعدنا نتجادل في فتره في عدم دستوريه قانون الخلع اللي ممكن يعلن بيه الراجل وهو مش عارف. كلنا ستات بس لينا اخوات ولاد وزي ما احنا هنقبل على اولادنا. انا حاله طلاق ودخلت المحكمه و تغلبت
لانه يعني اخويا الكبير الله يعني يكرمه عرفني انه الست القويه ست بتخلق من المحنه منحه. كويس. انا شفت مظالم المحكمه بالنسبه للست. شفتي ايه؟ مظالم القانون ومحكمه الاسره بالنسبه للست، وشفتها بالنسبه للرجل. قانون الرؤيه مش محتاج قانون استضافه. بس انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا معايا ما يثبت طبعا وكنت هعرضه في الحلقه. بلاش نتكلم، يعني هي حاله شخصيه معايا ومش هقول هي تخص مين. انا عندي اب خد عقد طلاق بينه وبين زوجته، عمل له صحه توقيع مش في محكمه الاسره. ليه؟ محكمه في الجنح. ليه عشان ايه؟ يعني بيثبت صحه العقد. هو كان عقد اللي هو الطلاق الشفوي اللي بيطالب بيه دلوقتي. عقد طلاق في ابراء وفي اصلا شروط. ايوه طب ايه اما جينا نتكلم في الاستضافه، طيب الاب كاتب في بند من بنود العقد انه في الاجازات الرسميه، على فكره دي عايمه جدا، في العيد في جمعه خميس وجمعه، في الاجازه بتاعه الصيف وات ايفر. لا الاجازات الرسميه غير اجازه الصيف. ما هي اجازه الصيف اجازه رسميه. يا سلام. طبعا. لا طب يا استاذه اللي بتقولي ده افتح الاجنده، افتح الاجنده، افتح الاجنده. تمام. اجازه رسميه اجازات الاطفال. لا لا وانتوا بتعدوا لي حاجه، انتوا بتعدوا لي حاجه. معلش اجازات الاطفال اجازات اولاده. يا استاذه العقد شريحه على شريحه متعاقدين، هو كاتب فيه ايه؟ كاتب الاجازات الرسميه اجازات الصغار. طب المشكله في المدرسه في العيد في خميس وجمعه وات ايفر الاجازات كلها. طب مش مشكله فهياخد ولاده. كويس. فالست اصلا ما وقفتش في محكمه خالص، فالاب اصلا ما اخدش ولاده، هو رافض. الست انظرت الاب ليرى ابنائه زي الجده. انا يصعب عليا جدا. مين اللي بيشتكي دلوقتي؟ يعني هو عمل عقد اتفاق، يعني هو عمل عقد ان هو هياخد الولاد ويدي خميس وجمعه وفي الصيف وما بياخدهمش، هو رافض الولاد اصلا. معلش انا عايز اتكلم، انا بيصعب عليا الجده الست الكبيره لاب او لام. طيب ست واحده بس، واحده مستلفه عشان تدفع الخط بتاع التليفون. والست برضه ما بتنفذش هذا. يعني عايز تقول من استاذه استاذه الهام. استاذه الهام. الو. ايوه الو. الو ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ انا عايز اقول لك انا بحبك جدا. ربنا يكرمك يا رب. والله العظيم مبسوطه جدا ان انا بكلمك. تسلمي كلك ذوق. الله يكون في عونك. عايز اقول لك انا مستلفه كريدت عشان اكلمك. يا حبيبتي على عيوني وراسي والله. ربنا انت حته سكر. ربنا لا اذا كان كده سلفوها اكتر يا اخوانا والنبي. والله انت حته سكر. طب ممكن تقفلي انت ونتكلم احنا؟ الله يكون في عونك. ربنا يكرمك يا رب، تسلمي كلك ذوق وما تحرمش منك. شكرا يا استاذه الهام. سلام. هي دي المشكله؟ لا لا خالص، هي عايزه تقول الله يكون في عونك. اوعي بصي اوعي اوعي. هو المفروض يقول لنا الحل ايه؟ الله يكون في عونك يا استاذ تامر. بعد اذن حضرتك. طبعا استاذ سمير هاجي لك يا استاذ مبارك. اتفضل يا استاذ سمير. تاني يا استاذ سمير. مساء الخير يا استاذ سامر. انا مساء الفل. كلمتك يا ريت بس السيدات الفاضلات اللي مع سيادتك تديني فرصه، لان انا كلمتك وراحوا داخلين وقاطعين المكالمه. معلش انا اللي كلمت، يا ريت تديني فرصه بس بعد اذنكم. انا اللي كلمت حضرتك في موضوع البنت اللي متجوز بقى لها 4 سنين وبنوري له البنت وبنعمله. ايوه. انا رايي، انا رايي يا سامر دي المواضيع ديت المحاكم مش هتحل، المحاكم بتكلكع. كل اللي احنا بنعمل فيه ده هي موضوع نيات. الناس المحترمه، الناس اللي نيتها كويسه بيقعدوا محترمين ويتفقوا على ازاي ينفصلوا في احترام. طيب واذا فشل الاتفاق الودي يا استاذ سمير نعمل ايه؟ اذا فشل، اذا فشل الاتفاق الودي ديفنتلي ديفنتلي علاقه بايظه، وديفنتلي الاثنين بيعاندوا بعض. لا اذا كان ديفنتلي يبقى خلاص. ما انا معاك، انا معاك. هي كده، هي ديفنتلي فعلا كده. انما هو ما فيش حد، لا ما فيش حد ابدا، ما فيش حد ابدا بياخد حق بالمحكمه. كل المحكمه للاسف الشديد محاكم الاسره بتكلكع المسائل للاسف. النهارده النهارده اما تدي، اما تدي واحده 800 جنيه نفع، نفع ايه دي؟ تعمل بيها ايه دي؟ صح احنا قلنا كده يا استاذ سمير والله. صح. وبعدين وبعدين معلش نقطه اخيره يا بدر بيه. اتفضل يا فندم. استحاله استحاله انا بقول لحضرتك انا بوري حفيدتي لابوها وما بيصرفش عليها مليم وبيقلب ادبه وبيبعت لي شتايم وبتاع ورغم هذا براعي ربنا. استحاله الاب او الاب تكون قايمه بواجبها وبتعمل اللي هي الاب بيصرف على ابنه صح والست بتتعامل صح. ايه ايه اللي ايه اللي يخليها ما تشورتلوش؟ ليه؟ ايه اللي يخليهم ايه؟ جنان. صح
العند بعيد عنك، العند بعيد عنك يا استاذ سمير. وبعدين يبدأ الشحاته، العند بعيد عنك ده يورث الكفر. شكرا يا استاذ سمير. قولي يا استاذه جمهوريه. انا كنت عايزه اقول دور المجتمع ايه في كل ده. لازم كل مؤسسات المجتمع يبقى لها دور في حل الاشكاليه دي. نبتدي من رجال الدين، يعني في خطبه الجمعه. حاضر، يعني المكالمات بتعمل والضيوف اخليهم ساكتين. اتفضل يا استاذ جمال. في حد مضطهد كل ما يتكلم يقول لي ما تخليهاش تتكلم. مين ده؟ واحد اسمه عادل لما تطلعي له بره وانت خارج. طيب. يعني بدل ما بنقعد في خطبه الجمعه نتكلم على الارهاب والحاجات، نتكلم على رعايه الاسره ورعايه الوالدين، حكم من اهله وحكم من اهلها. الاسره المصريه لازم ترجع تاني تدافع عن الدفاع الاجتماعي عن ابناء الاسره، لازم المجالس القوميه المتخصصه تشتغل شغلها، الجمعيات الاهليه، الدوله لازم تقوم بدورها ويبقى في دور للمعنفات أو دور للمطلقات أو مشروع رعاية اللي هو تكافل وكرامة اللي بيدي الأرامل بس. طبعا. ممكن المطلقة اللي ما عندهاش وظيفة وعندها أطفال ومحدش وثبت إن محدش بيصرف عليها والأب مش بيصرف والأهل مش بتصرف، لازم حد يراعيها، لأن إحنا كده بنحافظ على الأسرة المصرية. الأسرة بتتفكك من الطلاق ده ومن اللي إحنا بنشوفه ده، من قرار اب مش فاهم او قرار امي قررت انها تنفصل بعد ما ذاقت الامرين. احنا عايزين كل مؤسسات المجتمع تقوم بدورها، الجمعيات الاهليه عليها دور، رجال الدين عليهم دور، كل الدوله عليها دور. الدور الرئيسي بقى دلوقتي اللي بنتكلم عليه وخدته من اخواتي المحاميات، ان احنا عندنا في البرلمان المصري 90 نائبه بيناقشوا قانون التحرش، تغليظ العقوبات للتحرش، تغليظ العقوبات للميراث وحرمان السيدات من الميراث اللي اخوها يستولى عليها او ابوها يستولى عليه. طيب ما احنا محتاجين طفره في قانون الاحوال الشخصيه، ده ليه الاولويه قبل قانون اللي ضد التمييز وقبل مفوضيه الانتخابات والمحليات وحاجات كتيره جدا. طيب. عندنا 90 سيده في البرلمان ما كانوش هم يناقشوا مشاكل وتحديد. عندك حق، ده له الاولويه. مظبوط. مين اللي هيناقشه؟ حاضر استاذ احمد. تعلقني في الجنب ده. انا كده مضطهد، انا كده مضطهد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. مساء الفل. انا مطلق مرتين. ثانيه واحده بس، نسمع الاساتذه. انت يا فندم حضرتك بتقول المحكمه ما بتديش للزوجه حقها او يا سعادة الباشا، حضرتك بتقول مطلق مرتين؟ حضرتك بتقول المحكمة ما بتديش للزوجة حقها. المحكمة من ساعة ما الزوجة بتروح تشتكي، من أول ساعة تشتكي فيها المحكمة بتحكم لها بالنفقة، وبتحكم لها من نفقة الزوجية ومن أكل ومسكن. ثانية واحدة. ومن أكل ومسكن، وبتروح من بنك ناصر تصرف 500 جنيه يا فندم، حد اكتر وبتعمل له حجز وتبديل وبتشتكي بمسكن الزوجيه. انا عندي الزوجه الاولانيه متمكنه من مسكن من قد بينه وبين نفسه، الست مش هتخش المحكمه، وبتاخد نفقه لابني 430 جنيه في حال ان انا ما شفتش ابني بقالي 4 سنين وبعيط عليه الليل ونهار 4 سنين. رحت بس ايديهم قلت لهم عرفوني، خلوا ابني يعرفني، يقول لك النجوم اعرف لك لما تشوفه. هنطلعه سمكري، هنطلعه قيادي ومش هتشوفه. الزوجه الثانيه رمت لي بنتي وهي عندها 4 اشهر وعندها 4 سنين وفي مدرسه الشروق، وفي مدرسه الشروق في طنطا، والنهارده شافياني بنتي. اقسم بالله كنت بوديها لك كل اسبوع تشوفها، يبقى تعالى اقول لك مش عاوزين نشوفها. تمام. وانخطبت وهي على ذمتي. طيب هو انت قاطع ضيع على دينا؟ انت اللي عملت فيه كده؟ هي مش عارف، بس الراجل منفعل وقطع الاسماعيلي. ايه اللي بيريح الراجل المصري؟ ثانيه واحده، عايزين نساله ايه اللي بيريح الراجل المصري؟ ياخد الولاد مش عاجبه، لا 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 يا اخوانا، يدخل محكمه الاسره عشان تاخد حق الولاد برضه مش عاجبه. استاذه يعني انا اصغر طبعا من انا انصحكم، بس انا بقول لكم تعلموا احترام مشاعر الناس. احنا ما اعترضناش على مشاعر الراجل، هو مشاعره فوق دماغنا من فوق. فين من فوق وفعلا انتوا هتاكلوه؟ لا احنا اقول لك في الاخر الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز ارجع واقول لحضرتك برضه انا ما بسمعش من طرف واحد، لا انا ما بسمعش. بلاش انا ممكن اشيلك شيله على الهواء، ممكن اشيلك شيله على الهواء والله العظيم، بوكس يجي الظهر هنا
قولي يا دي. انا ما اسمعش من طرف واحد مبدئيا. الناس اللي اقتصرت كلهم ليهم الاحترام وليهم الاحترام في رايهم، لكن اي حد عايز يحكم بالعدل لازم يسمع الطرفين، لان احنا كل على طرف فكره احنا مش بيغلط بيغلط احنا نحكم. انا بس كل اللي بقوله انه اللي بيتكلم نحترم مشاعره. تمام. انا مش بقول له انت اللي حقاني ولا مش حقاني، انا بس بحترم مشاعره ان حد محروم من وجهه نظره من رؤيه حفيده ولا بنته، ودي مشاعر قاسيه جدا. الفكره كلها ان القانون لازم يسمع عن مرحله الخلاف ما بين الرجل والمراه لمرحله الاهتمام بمصلحه الصغير اولا، وبعد كده هم يحلوا مشاكلهم مع بعض زي ما هم عايزين. الطفل نفقته لازم تكون في خلال 3 شهور على الاقل، مصاريف مدارسه لازم تكون محدده. انا متفق معاكي في الهدف بس مختلف في الوسيله. ايه ماشي انا سامعاك. كلنا عايزين مصلحه الولاد صح، دي اهم حاجه. كويس، بس عشان اوصل لمصلحه الولاد لازم غصب عني اراعي مصالح الاب والام عشان اصل لمصلحه الولاد. بس القانون لازم ما يسمحش ان الاب والام عندهم مع بعض. انا قصدي ايه، ان اي عنصر الطفل. اي عنصر هيقع مني في السكه كده كده الولاد هتتاثر. طيب انا هحط نعمل حاجه زي ما وصلتش، يبقى ما وصلتش للهدف اللي انا عاوزه. اعمل حاجه زي بره بقى. انا دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو حق الطفل بس الانفاق وبس مصاريف المدرسه؟ طبعا لا. لما يبقى اب مش عايز يشوف ابنه يقعد، مش المفروض ان الام ترفع قضيه على ابوه ان هو متسبب في ضرر نفسي لابنه؟ لما تبقى ام زي اللي سابت بنتها وهي مثلا عندها 3 شهور، مش المفروض القانون يحكم؟ انا بتكلم في كده، ان احنا ندور على حق الطفل النفسي، لان ده حاجه يعني ده طفل لا حول ولا قوه. الراجل والست يتخانقوا زي ما هم عايزين، يعاندوا زي ما هم عايزين، كل واحد يتجوز. في نقطه كمان مهمه جدا خلاص. ان الست لا معلش انا عايز اتكلم في النقطه دي. لا حضرتك بص والله اصل بتصغرني بتصغرني والله ما بقدر. لا النقطه بس اللي هي لا ليه ده غلبه كده. استاذ وليد من البحيره. تمام اتفضل يا استاذ وليد. استاذ وليد اوعى تسيبني ليه يا استاذ وليد. استاذ وليد استاذ وليد انا هاجي لك يا عادل. اعمل عقد اتفاق بعد الطلاق. اتفق معاك في يا استاذ وليد. ارجوك ترد يا استاذ وليد بذنبي. استاذ وليد خلاص خلاص. استاذ محمود. استاذ محمود ايوه معاك يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. اه معاك محمود. معاك محمود يا استاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمود. دلوقتي حضرتك انا عندي نفس المشاكل دي. ها؟ انا معايا بقول لك ايه حضرتك، انا نفس المشكله دلوقتي دي عندي. اه. الو. ايوه سامعك. يا استاذي. سامعك. سامع. وعليكم السلام. دلوقتي انا عندي نفس المشكله دلوقتي، انا عندي متجوز، بقول لك انا متجوز وطلعت وطلعت وكان عندي بنت وخدت بتاخد مني 400 جنيه نفقه. تمام. هو كله 400 جنيه؟ ماشي. وبعد كده اشتغلت دلوقتي وعاوز 800 جنيه دلوقتي. ومعايا 5 اطفال، 2 في الجامعه واحد في الاعدادي. اه سامعني؟ سامعك. واخد بالك انت؟ ودي محكمه زي دي دلوقتي يعني ما تعرفش المحامين هل بيتعاملوا مع بعض ولا ايه السيرك كده؟ ايه العمل دلوقتي يا استاذ؟ ثانيه واحده انا عايز اسال سؤال، هو انت دلوقتي بتقول عندك 5 عيال؟ معايا 5 عيال هديك، اتجوزت واحده اهو وخلفت منها بنت وخلاص الدبلوم، واخد بالك حضرتك؟ اه. وبتاخد 400 جنيه كل شهر، عامل مشتكاني من شهر 5 اللي عدى وعاوزه تاخد 400 فوق 400 تاني. طيب انت بامانه ربنا دخلك كام؟ لا انا بامانه ربنا شغال موظف في السكه الحديد. دخلك كام؟ دخلي بامانه ربنا حوالي 1300 جنيه. 1300 جنيه؟ ايوه اه. حلوه قوي ال 400 عليها زي الفل. ده وهي لو قاعده زي الفل ما تديهاش حاجه زياده. ايه؟ وهي لو قاعده معايا هيصرف عليها ال 400؟ لو قاعده معايا هيصرف عليها ال 1300 وهيجيب عليها. معايا هيصرف عليها ال 400. هو عنده 4 غيرها، انا قسمتهم، هو البنت دي احسن من الاربعه التانيين؟ ماشي ولو هي قاعده معايا هيصرف عليها ال 400؟ سؤال محدد. البنت دي هتاكل عنده 4 تانيين؟ عنده جاي 4 اطفال وهو داخله 1300 جنيه بالذنب ده مش المفروض يتحكم. هتاكل وتشرب وتلبس ده هتاكل يبقى 1300 جنيه واجيب 4 اطفال. 12 جنيه في اليوم يا استاذ تامر. انا ايه علاقتي انا بالموانا وانا الحكومه اللي بديله 1200 جنيه؟ وانت برضه ماشي وهو ينفق يجيب 4 اطفال ليه؟ يا سيدتي انا دلوقتي بتكلم بمنطق العدل. عنده 5. نصبت نفسك قاضي؟ اه في حاجه؟ برنامجي. ماشي برنامجي. ماشي على فكره انت جايه ضيف وماشيه ده برنامجي. بس 400 جنيه انت يا استاذه انت مش مقدره ان هي ربع ساعه وحضرتك هتمشي ده برنامجي. ماشي اعمل فيها قاضي. انا طبيب جراح مهندس انا حر. احنا موجودين كلنا هنا عشان نحل. لا انا لوحدي اللي موجود هنا عشان احل. انت شايف ال 400 جنيه يكفوا؟ اه يعني الطفل يتصرف عليه 400 جنيه؟ اه. طب احنا جايين نعمل ايه؟ ما انا مش عارف اتفضلوا. يعني احنا جايين نعمل ايه؟ لما احنا جايين نقول 400 جنيه يكفوا. يا سيدتي الراجل بياخد 1300 جنيه وعنده 5. يدي واحده كام ويصرف الباقي على كام؟ طب احنا بقى بنناقش مش قضيتي بقى. لا احنا بنقول ان الراجل ده يعني انا هخلي 5 اطفال وانا داخل 1300 جنيه. يعني يعمل ايه الراجل دلوقتي؟ انا هقول لك قطع الف خيره ونضغط على نفسه شويه ويشتغل تاني اخر النهار ويصرف على اولاده كويس. ماشي ده حاجه لو عنده دخل زياده. انا حكمت وفقا لدخله الحالي.
جميل بالظبط كده. احنا انا قلت لهم امانه ربنا داخله كام؟ قال لي 1300. احنا بقى من لما انا عندي خمسه وادي بنت 400 ويفضل 800 لاربع عيال عدل قوي. وبقى يكتر الف خيره على ينزل يشتغل تاني عشان يدور لهم فلوس. هكلمه حاضر هكلمه اقنعه ينزل يشتغل. استاذ ايه؟ عبد المنعم. يا استاذ عبد المنعم انا هستقيل بعد الحلقه دي. مساء الفل يا عبد. ازيك يا تامر بيه؟ اخبار سعادتك؟ ازاي ما عليك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا. والله انا عايز اشارك برايي في البرنامج. ارجوك اعمل كده. عايز اشارك برايي. انا شايف ان قبل ما نلجا للمحاكم والقرف اللي بيحصل بين الازواج والزوجات والاولاد الصغيرين هم بيدفعوا الثمن يعني. احنا نقعد مع بعض بالتفاهم والود. ايه يا ريس تعمل ايه؟ احنا عندنا مشاكل كتير فصيح ما بتخسرش المحاكم ما بتخلصهاش، بتخلصها القعده الفصيح والتفاهم. ايوه صح والحيلات. صح. طب بقول لك ايه يا استاذ عبد المنعم؟ نعم يا فندم. ما بلاها جواز. والله احسن حاجه معاك يا فندم. يا بنتي اسكتي. بلاها جواز اللي هيجيب لنا وجع الدماغ ده احسن، هتريحوا الستات. يا ستي اسكتي شويه، لا حول ولا قوه الا بالله. ده الراجل طفش، ده الراجل طفش. هتريحوا الستات والله. ريحوا الستات. طيب لو نتخيلوا يشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم ما يعتمدوش على الرجاله، وبعد كده يفكروا يرتبطوا لما يكونوا بيدوروا على شريك عاطفي، ما يبقاش بدور على واحد يصرف عليا ولا واحد يشيلني ولا واحد يرميني في المحاكم واقعد ادور على فلوسه. انا لو بشتغل ومستقله وعندي فلوسي وعندي شخصيتي، الراجل اللي هيبقى معايا بحبه هتمسك بيه بدون اي ضمانات. مش بيأثر عليا او مش مخليني سعيده هسيبه بدون اي شروط. لو تخيلنا مش هيفرق معايا محكمه ولا هيفرق معايا اي حاجه. المراه لما بتكون قويه مش هيفرق معاها كل الكلام ده. احنا كل ده نتاج ان المراه في المجتمع ضعيفه، المراه في المجتمع تعبانه. قلت لي البسي فستانك وايه؟ واستريدي اوناستيك. مساء الخير. ناخد الخلود، خلود بقى حاجه لطيفه يا خلود. خلود. يا خلود. يا خلود. ايوه. ايوه. ايوه مساء الفل. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا ما عنديش مشكله الحمد لله. الحمد لله. بس انا بس كنت عايزه اعلق على راي الاساتذه اللي مع حضرتك. اتفضلي. الجواز زي ما هو على الست ياخد على الراجل برضه. صح. يعني الراجل بيقعد يختلف ويجيب من هنا ومن هنا عشان خاطر يكون بيت، وممكن البيت يتربص واحده عشان حاجه انا رايحه فيها لازم. اللي كان بيتصل بحضرتك من شويه وقال ان هو طلع مرتين والاخوات برضه اتحملوا عليه وقالوا هو كده مش عاجبه وكده مش عاجبه. الست برضه لما الطفل بيبقى معاها بتقولنا بيقولي في سن مسؤوليته. هو انت متجوزه يا خلود؟ خلود انت متجوزه؟ متجوزه. وجوزك تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله عشان كده بتشكري في الرجاله. لا مش بشكر، انا بدافع عن الحق. هو دي حاجه وحشه اشكري في الرجاله؟ اي هو مش تهمه. مش حكايه بشكر، انا بدافع عن الحق. انا شايفه ان زي ما هي ست بتظلم راجل برضه بيتظلم، دي عنده مشكله وده عنده مشكله. صح. انا مش هتخانق على حد ضد التاني. صح صح. عندك حق، حافظي على جوزك عشان في ناس هنا عايزه. حافظي على بيتك. عايزه ايه؟ في ناس هنا عايزه ايه؟ لا عايزه تعيش لوحدها. عايزه الست تبقى قويه. ايه المشكله انك تمسك ببيتها وهي قويه؟ هي لازم تبقى ضعيفه ومستكينه. لا معلش، وقويه لوحدها برضه. على فكره يا دينا، الست اللي اتطلقت واتظلمت وجوزها وحش هتعمل ايه يعني؟ تولع فيه. مش دايما الست المطلقه مظلومه، ومش دايما الراجل على فكره ظالم. قمه. مش دايما الراجل ظالم يا استاذ نيمة. ايه؟ مش دايما الراجل ظالم. في الاغلبيه في المجتمع المصري الست هي اللي مظلومه. لا 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 اطلاقا، مش في الغالب. مش في الغالب. قمة. على فكرة. الله. عايز اكمل قمة. طب كمل. قمة. ايوه. قوة المرأة في ضعفها. لا ده في العلاقة العاطفية. عاطفية ايه؟ في العلاقة العاطفية، في المجتمع الست ما ينفعش تبقى ضعيفة. تبقى ضعيفة ليه؟ يا استاذ انا لما اكون في المجتمع انا قصدي ان عايزة اثبت نفسي. مجتمع ايه ده؟ طلعنا بره المجتمع، انا بتكلم دلوقتي في البيت. طيب. السوق، الزوج والزوجة. الزوجة تعرف تاخد كل اللي هي عايزاه بدراعها ولا بالعاطفة وبالحنية وبالطرفة. وفي ستات بيبقوا قايدين صوابعهم العشرة شمع وبتعمل كل حاجة وجوزها بيروح يدور على واحدة. يا استاذ انا مش دعوة بايدين وبيقول لها دي زميلتي في الشغل مش عارف ايه ومش عارف مين قوية. مش قايدين، انا بقول لك بالذكاء والانوثة والرقة والعذوبة والحنان والضعف الانثوي والشخصية القوية برضه. لا عايزه تقول لك هي عباره ده. لا يعني ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قولي يا استاذ. حسبي الله ونعم الوكيل. نرجع تاني نقول عشان الحلقه تبقى بس ايه، احنا مالكيش دعوه بالحلقه يا استاذه، قولي رايك. البرنامج مش ممكن جايه تعمل تقييم طول الوقت. احنا فين طيب؟ احنا في ميزان عدل بنقول. احنا فين الميزان العدل؟ الراجل بيتظلم. انا بقول رايي. انا بقول رايي. في مثل بيتقال انه ممكن اتنين يتجوزوا بعض وما يخلفوش من بعض، وممكن الراجل يتجوز واحده ثانيه يخلف منها
والست تتجوز واحد تاني وتخلف منه. يعني انا بقول انه الخلاصه في انه العيب مش دايما في الراجل ومش دايما في الست، يبقى دي التنوع. طيب في فكره احنا هنحاول كده نرسمها، هي خياليه شويه بس هنحطها على ارض الواقع. انا بكمل راي استاذه جمهوريه، هي الجمعيات الاهليه، دور الدين، كل دول عليهم اصلا فعلا يعني عليهم دور لازم يعملوه في المجتمع. ده بالنسبه للي في البيوت لسه ما دخلوش المحكمه. اول درجه في المحكمه اللي هي مكاتب التسويه لابد ان حضرتك تنادي دلوقتي من حلقتنا دي باعاده تشكيلها عشان يجيبوا حكم من اهله وحكم من اهلها، نمشي على الشرع. احتمال تصدقي انت بنت حلال؟ انا معايا حكم. اتفضل. اتفضلي. الاستاذ فهيم ومش عايز حد يتكلم. اتفضل يا استاذ فهيم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الضيوف بتوعك. شكرا جزيلا. انا الموضوع الحلقه اصلا محتاج حلقات مش حلقه واحده في الموضوع، بس لوحدي بقى بعد كده انا وانت بس يا استاذ فهيم، مش هجيب حد بعد كده. الاطراف كتيره ومتشعبه. سواء كان الزوج او الزوجه او الابناء او اهل الزوج او اهل الزوجه، كل صحيح. دي اطراف بتاثر في المشكله اللي انت بتصادفها النهارده. انا بيقول لي يا استاذ فهيم ان حضرتك بتبقى رئيس لجان عرفيه لفض المنازعات بين الازواج. ايوه تمام. أيوة. تمام. انا عامل لجنه. طب ده انت بتشوف الويل هنا في القريه بتاعتي، قريه اسمها تعشبرا من ويسنا. تمام. ويسنا دي بلد الحبايب. عاملين لجنه فض منازعات انا ومجموعه من الناس اللي هم يعني وجهاء في البلد وكده. تمام. الاهالي بيرتضوا بحكمكم؟ ده اكيد. اكيد. ليه؟ ايه اللي اكده؟ اكيد طبعا. ايه اللي اكده يا ريس؟ اللي اكده ان انا ساعات بحكم عليهم بفلوس يدفعوها، مفيش. ايوه ما هو كل واحد، ما كل واحد من وجهه نظره حسب الوضع مظلوم. كل واحد من وجهه نظره مظلوم ويقول لك لا انا اللي مظلوم، انا اللي مش عارف اشوف بنتي، انا مراتي هي اللي ظالمه، لا انا جوزي هو اللي مفتري. ففي النهايه مفيش حد هيرضى بالحكم. انا بقعد مع، لا ما انا بقعد مع الطرفين يا استاذ سامر. ايوه انا بقعد مع الطرفين وبتقول لهم في الاول انا هسمع منكم واللي هحكم بيه هيمشي سيف على رقبتكم. بالظبط كده. وبعد ما اسمع من الاثنين ابدا احكم بالحكم، ولازم الاثنين يلتزموا بيه. تمام. وصلت. شكرا جزيلا يا استاذ فهيم. نص دقيقة لكل واحدة. بدون مقاطعات. وبدون اشتباكات. ويا ريت بدون كلام. يا ريت حتى بالنص دقيقة تبقى صمت. قول يا استاذ. واحد. ايوه. مش عايزين نقول ان المطلقة طول الوقت هي بيمارس ضدها العنف من المجتمع، لا هي اختارت او اجبرت ايا كانت القصه، عندها رساله مفروض تربيه الابناء. ولكن طول الوقت بنقول ايه؟ انت محتاجه تربي ولادك، حاولي يبقى الود اللي انت خسرتيه ما قبل الزواج او اثناء العلاقه الزوجيه تحاولوا تعملوه انت وطليقك عشان توصلوا لمنتج كويس اللي هي مصلحه الابناء. شكرا جزيلا. استاذه الاميره الجمهوريه. على دور وزاره التضامن تحديدا ان هي تلمك مع الجمعيات الاهليه وان هي ترعى المطلقات شكلا وموضوعا، سواء كان بمشروع تكافل وكرامه او التوعيه. عايزه كمان حاجه صغيره، تفعيل مجالس العائلات اللي كان احنا نشانا عليه. مجلس العيله كان بيقعد يكرر زي الاستاذ المتصل الاخير ما كان بيتكلم. طبعا. وكان بيحكم وفعلا زي حكم من اهله حكم من اهلها. ممتاز. وبيقدروا يحلوا المشاكل. شوفوا حتى كريمه وسابت خمس ثواني من وقتها. اتفضلي يا استاذه، تلت ساعه اتفضلي. الطلاق مش عيب ومش حاجه توصم المراه، الست اهم حاجه ان اهالينا يربوا البنات الجيل اللي جاي على ان هم يهتموا بالتعليم والشغل قبل اي حاجه، والجواز ما يبقاش هو الهدف، والحياه تبقاش باين يعني ما تبقاش مبنيه على ان انا محتاجه الشخص ده ماديا عشان خاطر تبقى الحياه سويه وتبقى العلاقه سويه بين الشخصين. لازم يبقاش في طرف معتمد على طرف بشكل كامل. تمام. عشان خاطر تبقى الحياه سويه، ولو انفصلوا ما يبقاش في طرف عايز يعني اسرع، ولازم تبقى في القوانين اهم حاجه هي مصلحه الاطفال. بارك الله فيكي. اتفضلي يا استاذه. الطلاق والجواز حاجتين في الشرع في كل الاديان اصلا موجودين.
عايزين التغريم المادي لمن يخالف اصلا الاخلاق اللي بتؤدي بينا للفرقه. عادات العرب زي ما نقول في الصعيد احتمال كبير هي اللي تحل المشكله فعلا قبل ما توصل، واذا وصلت طول مكاتب التسويه اتمنى ان وزير العدل يبص للنداء اللي احنا بنناديه. مش دعوه مروحه. لا انا ليا دعوه بقى، انا مكمله بعد. شاكرين قوي، شرفتونا ونورتونا. وخلاصه القول اذا جاز ليا يعني ان انا اقول معاهم، احنا في مشكله كبيره، والمشكله الكبيره دي الاقتراحات والافكار والاطروحات اللي احنا عاملين نقولها بقالنا ساعه دي هي كلها محاوله علشان احنا بنلف وندور، لان مفيش جهه، مع كامل احترامي للقضاء في مصر ومحاكم الاسره، لكن مفيش جهه بجد بتجيب حق الناس وتفصل ما بين الظالم والمظلوم. واذا كنا بنتكلم على مشاكل ما بين الطلاق المطلقين والمطلقات ومشاكل الازواج والزوجات، طول الوقت اللي بيدفع الثمن هم الابناء. ومجتمع بالشكل ده لا يمكن ان احنا نستبشر بيه خير في المستقبل، مستحيل. مجتمع متفكك في ناس بتولع في بعض وبتخون بعض وبتظلم بعض، واولاد مفككين منهارين محرومين من الحنان والعطف، ان احنا نقول ان ده مجتمع ممكن يبني ويتقدم ويبقى متعلم وبتاع، فقد الشيء لا يعطيه. تصبحوا على خير، سيبوهم لي بقى. اهلا وسهلا.